أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ Part 2 في Lecture 7 في Blood، وهي خاصة بالإميونيتي. وهنبتدئ دلوقتي كنا بالـ Specific or Acquired Immunity. كنا قلنا يا شباب إن إحنا الإميونيتي يوجد خطي دفاع عندنا في الجسم. خط الدفاع الأول هو Non Specific، وده بيقينا اكتر more than 99% of the organisms and their toxins، لكنه non specific innate فطري. بننتقل اذا حاجه مرت باقل من 1% عدى خط الدفاع الاول، يبقى طبعا ده حاجه واضح ان ده organism بعد كل اللي حكيناه ده قادر يعدي، يبقى عاوز specific or acquired immunity. specific acquired يعني مكتسب، يعني ليه؟ لازم السيلز تكتسب خبرة، تتعلم ازاي تتعرف. ايه الديفرنسز ما بين النون سبيسيفيك والسبيسيفيك، ما بين الانيت والاكوارد؟ في ثلاث حاجات. اول حاجة يا اولاد اهي، انها زي ما قلنا انها سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني هدي مثال جميل. لو في، والرقم ده قريب من الحقيقة على فكرة، مليون أنتيجينز ممكن يهاجموا الجسم، يبقى يقابلهم في الجسم مليون نوع من الخلايا لا يصلح غير نوع معين في مواجهة أنتيجين معين سبيسيفيك، وعليه لازم يقدر يعمل ريكوجنيشن، ماست ريكوجنايز الأنتيجين عشان يعرف هو ده بتاعه، يبقى ده اللي يتعامل معاه، يبقى سبيسيفيك يبقى ماست ريكوجنايز الأنتيجين. طب نمرة اثنين، مش طب ريكوجنايز الانشن وهيضرب الانشن اللي هو هنسميه نون سيلف غريب عن الجسم، لازم ما يضربش فوق البيعة السيلف، يقدر يديسكريمينيت يميز السيلف اللي هو البادي الجسم بتاعنا من النون سيلف اللي هو العدو اللي هو الانشن. تالت حاجة ان بيتميز بحاجة اسمها ميموري سيلز، ان في السبيسيفيك اميونيتي بنوعيها يوجد ميموري سيلز، خلايا عندها ذاكرة ما بتشتركش في المعركة الحالية، إنما بتراقب المعركة الحالية وبتسجل معلومات عن هذا الأورجانيزم، حتى إذا ما هاجمنا مرة تانية بقى يبقى جاهزين له بالمعلومات، يبقى الإميون ريسبونس أسرع فاستر وسترونجر لو حصل سكند إكسبوجر. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فاول مره ضربناه وانتصرنا عليه، لكن افرض هاجمنا تاني نبقى جاهزين له بقى، واضح ان ده ناوي علينا، فعاملين له ميموري سيلز بتخلي السكند اكسبوجر اسرع واوفر، اند هينس ذا امبورتنس اوف فاكسينيشن. وهذا هو قيمه التطعيم، ان في التطعيم انت بتفتعل معركه اولى ضامن الانصار فيها، فبتدي جرثومه يا ميته يا مستضعفه، يا اتنيويتد اورجانيزم يعني مستضعف او ديد، يبقى 100% هو يا ضعيف يا ميت هننتصر عليه. بتعمل، طب بتعمل كده ليه؟ بديك التطعيم، بديك جرثومه ميته او ضعيفه ليه؟ عشان يتكون ضدها ميموري سيلز تاخد معلوماتها، بحيث لو الاورجانيزم الحقيقي هاجمنا بقى تاني مره هتبقى دي تاني مره، يبقى الاميون ريسبونس اسرع و اقوى. ادي الميموري سيلز. يبقى دي الثلاث فروق الاساسيه ما بين السبيسيفيك اللي هو الاكوارد المكتسب والنون سبيسيفيك اللي هو الانيت. طبعا انها سبيسيفيك، يعني عريس معينه هيتجوز عروسه معينه ماست ريكوجنايز الانشن، يعرف مين، وبعدين ديسكريمينيت يميز الجسم من العدو السيلف من النون سيلف، وبعدين الميموري سيلز. خط الدفاع الثاني ينقسم الى خطي دفاع مش ورا بعض، كل واحد ليه مهامه. خلاص؟ هناك كان في ثلاثة، هنا خطي دفاع. مين اللي بيقوم بيه بقى؟ فتح ودانك، دي أهم كلمة أهو. سمول لينفوسايتس. مش اللارج، بسميها المخ بقى، عارف في المسرحية بتاعت علي إمام يقول له المخ والعضلات، فده سمول لينفوسايتس. سمول لينفوسايتس. تبعا لنوع اللينفوسايتس بي ولا تي عندنا هيومورال or cellular او cell mediated immunity. وتعالى افهمك الفرق بينهم.
هيومورال اميونيتي يعني ايه هيومورال اميونيتي؟ يعني هيومورال يعني عن طريق السائل، بتقوم بها البي لينفوسايتس، مسؤول عنها هو البي لينفوسايتس. دي النوع الاقل شويه من النوع الثاني، يعني خطي الدفاع، الخط الدفاع الثاني اللي هو بينقسم الى جزئين، الجزء ده اضعف شويه البي لينفوسايتس دي. خلاص دي بتشتغل بقولها بطريقه لطيفه، يعني بطريقه فيها جبن شويه، من بعيد لبعيد كده بتطلق على الاورجانيزم وابل وابل من الانتي بوديز، من الاجسام المضاده، تملا سوائل الجسم، سوائل الجسم، عشان كده سموها هيومورال اميونيتي. ليه؟ لان البي لينفوسايتس من بعيد لبعيد بتطلع وابل من الانتي بوديز زي ما هنشوف، وبالتالي ادينا لها المهمه الاخف شويه اللي هي البكتيريا. واظن بطريقه عبد الله كل حاجه عملها لك بطريقه لا تنسى، ان البي لينفوسايتس بحرف البي مسؤوله عن البكتيريا، اوعى تنسى. الجزء الثاني من خط الدفاع الثاني اللي هو السيلر او السيل ميدييتد اميونيتي، يعني لا بيقوم بها التي لينفوسايتس. هنا بقى التي لينفوسايتس دي مش من بعيد لبعيد، دي مش جبانه زي البي لينفوسايتس بتطلق وابل من الانتي بوديز. ده السيل دي اللي هو التي لينفوسايتس بتجوب الجسم ماشيه كده، شوف اي خليه غريبه تشتبك معها بنفسها، عشان كده سموها سيل ميدييتد، واسطه السيل، مش هتطلق من بعيد كده وابل من الانتي بوديز فسموها هيومورال عن طريق سؤال الجسم، دي اشتباك بنفسها. وتعمل ايه؟ تموت الاورجانيزم ازاي؟ زي الكومبلمنت، تخرمه بالبرفورين. تموت واحد وبعدين تتنقل الخليه الثانيه الانشن، تموت اللي بعديها، تموت اللي بعديها اب تو معلش الرقم ده 100 سيلز. يعني التي لينفوسايتس اللي بتقوم بالمهمه بنفسها، عشان كده سموها سيل ميدييتد، بالخليه بروحها بتموت سيلور اميونيتي. موتهم ازاي؟ تمسك الخليه اللي هي تمثل انشن وتخرمه بالبرفورين زي الكومبلمنت، وتاخد اللي وراه واللي وراه واللي وراه لحد ما نوصل 100، ما فيش اي مشكله. مش كده؟ ده خط، ده الاهم. شوف بقى المهام اللي خدها البي، خدت اسهل مهمه للانسان يعني خطا فيها خطوات واسعه اللي هي البكتيريا، البي بكتيريا، انما التي دي بقى تعالى اتفرج ايه اللي خدته. دي ضد التي بي بكتيريا، خد بالك بقى التي بي دي اقوى بكتيريا يعني ممكن تتخيلها، التي بي بتاعت السل، بدليل بيعملوا في كان عندنا كده زمان يقول لك اسبوع الضرر او السل، انها بكتيريا رهيبه مميته. فدي البكتيريا الوحيده اللي لقوتها تم استثنائها من البي وبقت تبع التي، حتى لطيفه، التي ضد التي بي، وخد بالك اللي بعدها بقيت السطر، والفيروس اللي هو اقوى بكتيريا من البكتيريا، والفانجس الطحالب. يبقى تي بي فيروس اند فانجس، اثنين. تيومر سيلز يبقى الاورام ضدها، ما هو لازم نتخلص من الاورام دي. خد بالك كل يوم مش عاوز اخضك، في مشروع ورم في جسمك، يعني خليه كده بتتحور وعاوزه تعمل ورم، بيتلقفها اولا باول التي سيلز يقتلها ويميزها عن الخليه اللي ما بتعملش كده، السيلف من نون سيلف. ليه بيجي لنا سرطانات؟ اديك فهمت، لان التي لينفوسايتس قصرت في وظيفتها، مش قادره تعمل وظيفتها بالكيفيه الواجبه، انما انا عاوزك ما تخافش، كل يوم في مشروع سرطان في جسمك. لكن طول ما التي لينفوسايتس صاحيه هتتلقف تيومر سيلز. لسه اللي بعدها ترانسبلانتد تيشو، واحد يزرعوا له كليه، يزرعوا له ليفر، يزرعوا له قلب، لو التي لينفوسايتس صاحيه هتلفظها، مش تسمع النسيج بيلفظ؟ مين اللي بيلفظه؟ مش البي، التي هي التي تلفظ الترانسبلانت تيشو. طب واحد يقول طب ازاي بنقول الانسجه؟ هقول لك في اخر المحاضره ان لازم نقلل عدد التي، طول ما التي مصحصحه هتزرع كليه الواحد، ومهما حاولت تزرعها شبيهه بالكليه الاساسيه عندها مقدره انها تعرف السيلف، الكليه بتاعتنا من النون سيلف، من الكليه الغريبه، وتلفظها، تعمل لها ريجكشن عشان تحتفظ بقى بالكليه او الكبد او القلب او ما شابه، يبقى لازم تهبط التي سيلز اللي هو السيلر ميديتي. يبقى طالب قال لي دي طريقه جميله خالص، يبقى البي ضد البكتيريا، البي مع البي، بينما حفظتها لاجيال وهتفيدكم، حتى ما تقروا اميونيتي في امراض باطنه او في بكتيريا هتكونوا الطريقه اللي قالها لنا الدكتور ناجي ك
كانت هي الأسهل في الاستيعاب وفي الفهم. أما التي لينفوسايتس دي ضد، قول معايا بقى، أصعب بكتيريا اللي تم استثنائها اللي بتاعت أسبوع الضرر، تي بي، ومعاها الفيروس والفانجس التيومر، وبعدين الترانسبلانتد تيشوز. هنا بقى الجملة اللي ما يقولهاش الزملاء أحبة في أمالك، ليه الأنتيجين دي صعبة؟ صعبة جدا، لأنها هيستو كومباتابل. يعني إيه؟ موافقة للجسم. هيستولوجي يعني نسيج، هيستو كومباتابل موافقة لأنسجة الجسم. يعني أنت عاوزك تعرف صعوبة مهمة الخلية دي، تيومر سيل، خلية هتتحول إلى ورم. طب ما هي امبارح كانت خلية ضمن خلايا جسمنا، يعني فلازم تميز الخلية اللي عاوزة تعمل ورم باللي لسه ما عملتش ورم وتميزها. جاوب انت السؤال ده، في بداية تحورها ولا بعد ما تتحور وتعمل سرطان ويخرب بيتنا؟ يبقى لازم وهي بتفكر في بداية التحور، يعني وهي لسه شبه الخلايا اللي حواليها بس عندها نية سيئة، ابتدت تعمل تحورات خفيفة كده لكن لسه شكلها زي الخلايا الطبيعية بس بدأ فيها التحور. عشان كده لازم عندها مقدرة رهيبة انها ديستينجوش السلف من السلف. طب خد اللي بعدها، ترانسبلانتد تيشو، كلية بني آدم وهنقول له كلية تاني حرصت انها تبقى شبيهة جدا من اخوه عشان يبقى في تسابق ما امكن في الجينات. يبقى هنا النسيج موافق للانسجه، اولا كليه بتاع الانسان، كليه بانسان، ده انت لقيت انسان موافق ليه، فلابد انها تقدر تميز السلف من النون سيلف. خلاص تضرب الكليه المزروعه ما تضربش الكليه الاساسيه. فقال لك ليه السيلولار السلم ديت الاميونيتي ده النوع الارقى والاصعب؟ لانه خد انهي نوع من الانتيجنز؟ الانتيجن اللي هو مشابه للانش اللي هو النون سيلف مشابه للسيلف. تيومر كانت امبارح خليه بتاعتنا سيلف، النهارده بقت نون سيلف. ترانسبلانتد تيشو مشابهه للتيشو اللي عندنا بس مختلفه قليلا. فعشان كده يقول لك الهيستو كومباتبل. فانت عاوزك تبقى فاهم خط الدفاع الثاني ده اللي هو المخ، سمول سمول سمول، لما كان عادل امام يقول لك انت انا المخ وانت العضلات. خلاص المخ ده سمول، اللارج ليمفوسايتس دي كانت الناتشرال كيلر عضلات. السبيسيفيك اوعى تنساها، المسؤول عنها هو السمول ليمفوسايتس. خلاص ودي نوعين، بي والارقى هو التي. والدليل لو انت ما بتحفظش بتحب الموضوع انه دي خدت المهمه السهله، البكتيريا البي بكتيريا اللي خطا فيها الانسان خطوات كبيره، انما دي خدت المهام الصعبه. يعني ايه صعبه؟ اللي فيها السيلف مشابه للنون سيلف. يعني ايه؟ اللي فيها النون سيلف موافق لانسجه الجسم، هيستو كومباتبل. اللي هم نقولهم تاني بقى، 3 تي، تي بي ومعاها فيروس وفانجس، تيومر اللي هو الكانسر سيلز، وترانسبلانتد تيشو. خد بالك بقى، لكل اميونيتي لها وجه سيء اللي هو الحساسيه، الالرجي. هنشوف بقى مع البي انهي نوع من الانتي بوديز هو الوجه السيء اللي هو الاميونوجلوبولينز اي، واحفظها بطريقه حلوه. وهنشوف الوجه السيء للتي ليمفوسايتس وهو الديليد الرجيك رياكشن، الحساسيه المتاخره. يبقى كل حساسيه لها وجه حسن جدا وده الاغلب وده الاعم، لكن ليها وجه صغير وحش اللي هو الحساسيه. قبل ما نبتدي بقى قصه السبيسيفيك او الاكوارد اميونيتي، تعال نتعرف على الانشن اللص. اولا انا يعني عاوزك تعرف هو ليه سموا الانشن انشن، ناس كثيره ما فكرتش. اظن انا عملها لك بالوان وحفظت لك كلمه قبل كده. يعني ماده بتثير تكوين الانتي بوديز، انتيجين بتعمل جينيسيس وانتي بوديز، ماده وجودها يؤدي الى جينيسيس يعني تكوين الانتي بوديز. يبقى اول مره تفهم لماذا سمي الانتيجين انتيجين. انا ما فيش واحد رفع ايده كده وقال الاستاذ الفاضل قول لنا هو ليه سموه انتيجين. طيب بماذا يتميز الانتيجين ده؟ بانه وجوده بيستثير استيميليت سبيسيفيك او اكوايرد اميونيتي اللي هو الاميون ريسبونس. ويتميز 2 3 4 5 بقولها بطريقه لطيفه كانك بتوصف لص. بماذا يتميز اللص؟ بانه غريب عن المكان، فورينر. طيب غالبا يبقى كبير، هاي موليكولار ويت، بروتين، ممكن يبقى ميوكوبوليساكرايد، بوليساكرايد، لكن غالبا بروتين. يبقى اللص يبقى غريب وكبير. وبعدين في ديتيرمينانت جروب، علامه مميزه،
اللي هي عاملها النقطة السودة دي. بقول جملة جميلة: كما لا يشترك لصان في بصمة واحدة. لا، مش انت بتعرف ازاي اللص ده من ده من ده، بيبقى في فيش تشبيه واخدين له بصمة. كذا لا يشترك تو انتيجنز في ديتيرمين جروب، لان هو ده اللي بنعمل عن طريقه ريكوجنيشن. يعني ازاي الليمفوسايت سواء بي او تي بتقول انا مخصصه ضد هذا الانتيجن، عرفته منين انها هي ضد ده بالذات؟ عرفته من الديتيرمين جروب، لانها العلاقه ما بينهم لايك كي اند لوك. الليمفوسايتس هي اللوك وهو الكي، ما تركبش غير في ده قفل معين اللي هو الليمفوسايتس، تركب في مفتاح معين تبعا لشكله للديتيرمين جروب. وكما سمي اللص يتلصص، ليه اللص سموه يتلصص؟ عشان التملي بيبقى ماشي جنب الحيطه، فبرضه الانشن يوجوالي اتاتش تو ذا سيل ميمبرين. يبقى حلوه، يبقى اربع اوصاف بالانشن وانت بتوصفه، انت بتوصف لص غريب اهي، نمره 2 كبير هاي ميكرو ويب بروتين غالبا، عنده علامه مميزه اللي هي البصمه بتاعته اللي لا يشارك فيها اي لص اخر، هنسميه عندنا ديتيرمين جروب، يعني علامه محدده. ديتيرمين يعني يحدد، تحدد هو مين عشان نجيب له النوع المناظر من البي للتي او التي ليمفوسايتس. نقول اذا كان هناك الرقم قريب من الصح حوالي 1,000,000 انشن، ففي جسمك يوجد حوالي 1,000,000 بي وتي ليمفوسايتس، كل نوع يصلح في نوع. وبعدين اللص سميها لص لانه يتلصص يوجوالي اتاتشد تو ذا سيل ميمبرين. ليه قلت يوجوال بقى؟ لان في اكسبشن. هل في انتيجين بيبقى مش ماسك في السيل ميمبرين؟ اه، البكتيريال توكسنز. البكتيريال توكسنز اهي. طيب انت بتقول ان الانتيجين هاي موليكولار ويت، هل في انتيجين صغير يعني مش هاي موليكولار ويت؟ اه، في اسمه هابتن على وزن كابتن. عارف لما راجل كده مدرب تلاقي ماسك ولد صغير عمال يدربه وقال عشان يديله ثقه في نفسه يقول له يا كابتن يا كابتن. فاحنا الانشن الصغير مش اسمه كابتن، اسمه هابتن. يبقى ما هو الهابتن؟ انتيجن ويز لو موليكولار ويت. طالما هو صغير الجسم يعني مع الاعتذار يزبله، لكن لو تآمر مع الكبار مع احد بروتيناتك البادي بروتين حاجه كبيره، يعني خدم هو انشن اه، بس تآمر مع حد كبير اللعبه مع الكبار في الجسم اللي هو بادي بروتين، الدوله الاميون سيستم في هذه الحاله اللي هي الدوله هتاخد اكشن منه ومن تآمر معه، هتعمل اميون ريسبونس ضدك اليهما، تحطم الهابتن بالبادي بروتين اللي تآمر معاه. يعني عيل صغير اه مقلق بس ما بيعملش حاجه، اوكي؟ عيل صغير. يبقى الانشن، يبقى الهابتن انشن ويز سمول ميكرو ويت، لا يتنبه له الجسم الا اذا تآمر مع كبير، لعب مع الكبار، لعب مع بادي بروتين، في الحاله دي الجسم يعمل اميون ريسبونس ضدهم هما الاثنين. وهنا قال لك اديني مثال لهابتن. عقار البنسلين اللي هو انتي بيوتيك ده عباره عن ساعات يحصل لنا حساسيه منه لما تاخد حقن البنسلين، مع ان هو سمول موليكولار ويت، ده الهابتن. ممكن يجي لك سؤال نظري على الانشن بس، ولازم تتضمن الهابتن، ولا تنسى الانشن الاربع جمل اللي هم بتوع اللص دي: غريب، كبير، عنده علامه محدده ديتيرمين جروب، وغالبا يتلصص ماسك في السيل ميمبرين، ما عدا البكتيريا توكسيك. طب هل في لص صغير؟ اه، في احداث، مش في احداث، لص صغير. بدل ما نسميه كابتن هنسميه هابتن، ولا يوليه الجسم اعتبارا والاميون سيستم اعتبارا الا اذا تامر مع حد كبير في الجسم اللي هو البادي بروتين، وفي الحاله دي الاميون ريسبونس يبقى ضدك اليهما. طيب هنا قلنا بقى ان ليه الموضوع سبيسيفيك؟ لانه كل مفتاح ليه قفله، كل مفتاح اللي هو الانشن ليه خليه معينه عندها القفل بتاعه اللي تركب فيه وتموته. فالموضوع فيه انتيجين ريكوجنيشن. من يقوم بالانشن ريكوجنيشن دي؟ خلايا معينه، يعني مش الخليه بتتعرف على الانشن الاول. في خليه معينه اسمها انشن بريزنتنج سيلز تعرض الانشن. الانشن بريزنتنج سيلز دي افهم بقى بتشتغل ازاي. دي بتتعامل مع التي ليمفوسايتس اللي يقول لك فيها السيلف مشابه للنون سيلف.
فبتاخد الانشين اللي هو شبيه اللي هو ممكن يبقى خليه مشابهه لخلايا جسمك تماما، تاخدها. مين العلامه المحدده فيها؟ الديتيرمن جروب، دي اللي بتقول هي ايه بالظبط الديتيرمن جروب. فالانشين بريزنتنج سيلز تاكل الانتيجين وتعمل له، افتح ودنك معايا من فضلك، بارشال دايجيشن، يعني هضم جزئي، عشان تبين الديتيرمن جروب. لو قلت كومبليت دايجيشن او دايجيشن هنديك صفر، يبقى بوظت الديتيرمن جروب. ده هي بتقعد تهضم 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 عشان تطلع الديتيرمن جروب اللي فيه، الحاجه اللي بتميزه. وبعدين تروح للخلايا اللي هي التي سيلز بتاعت سيل ميديتد، ومعاها حاجتين ماسكه، حاجتين ماسكه النون سيلف ومبينه اهم حته فيه الديتيرمن جروب، وماسكه السيلف حاجه اسمها ميجر هيستوكومباتبل كومبلكس. يعني كل خليه في جسمك، ده احنا الخلايا بالبلايين، عشان خلايا الاميون سيستم ما تلخبطش السيلف بالنون سيلف، فاحنا عملنا الاتي. كل خلايا جسمك قلناها مع الانترودكشن لابسه بادج من بره كده اسمه ميجر هيستوكومباتبل كومبلكس. ليه قالوا كومبلكس الاول؟ لانه عباره عن بروتين وكربوهيدرات، قلناها في الانترودكشن، موجود في السيل ممبرين، بروتين وكربوهيدرات. ليه قالوا هيستو كومباتبل؟ لان طالما الخليه يعني عندها دي، يبقى هي موافقه للجسم، هيستو كومباتبل. ليه قالوا ميجور؟ لانها مش موجوده في كل خلايا الجسم، موجوده في النيوكليتد سيلز بس. فالانشن بريزنتنج سيلز دي بتعمل ايه بقى؟ بتروح للخليه ولازم توريها السيلف والنون سيلف، لان احنا قلنا في حاله التي ليمفوسايتس لسوء الحظ ان النون سيلف مشابه للسيلف، هيستو كومباتبل، فلازم تشوفهم الاثنين عشان تعرف تميزهم. بدي مثال عميق ورهيب فيه دلوقتي. انا عاوزك، احنا قاعدين موظفين في بنك، هيتعرض عليهم فلوس مزيفه، فعاوزين نعلمهم ان هم ما يغلطوش الفلوس الحقيقيه في الفلوس المزيفه. تفتكر بنجيب موظف البنك ده ونعرض عليه الجنيه المزيف لوحده، ولا بنعرض عليه الجنيه المزيف والجنيه الحقيقي ونقعد نقول له خد بالك ده شكله ايه وده شكله ايه، الاختلاف هنا بين هنا وهنا. لو وريت له الجنيه المزيف لوحده ممكن يغلط فيه، لازم اوريه المزيف والحقيقي. الراجل الخبير اللي بيجيب موظفي البنك عشان يعرض عليهم السلف الفلوس الحقيقيه والنون سلف الفلوس المزيفه، الخبير ده اسمه أنتيجين بريزنتنج سيلز، الخلايا التي تعرض الأنتيجين. موظفين البنك هم التي ليمفوسايتس اللي هم لازم يميزوا السيلف والنون سيلف اللي هو الحاجة الأرقى، ولازم يتعرض عليهم كام حاجة؟ حاجتين، المزيف اللي هو الأنتيجين، والحقيقي اللي هو اسمه البادج اللي موجود في خلايا الجسم ده اللي اسمه ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس. ليه قلت لك سموه كومبلكس؟ لان هذا البادج اللي في خلايا الجسم اللي عن طريقها الموضوع صعب يا جماعه، بلايين الخلايا نعرف ازاي تبعنا ولا مش تبعنا. اللي عندها البادج ده تبقى تبعنا. عندها ايه البادج؟ اسمه ايه بقى؟ قوله لي تاني. اسمه ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس. ليه قالوا كومبلكس؟ لانه عباره عن بروتين وكربوهيدرات. ليه قالوا هيستو كومباتبل؟ لو البادج ده موجود يبقى الخليه دي طبيعيه، عشان ما تغلطش التي سيلز تضرب خليه طبيعيه على انها غير طبيعيه، فلازم تبقى شايفه الاثنين وعارفه الفروق بالظبط. وهوريها لك دلوقتي بطريقه سهله وجميله قوي. ليه سموها ميجور؟ لانها مش في كل خلايا الجسم، في النيوكليتد سيلز بس. فانا بدي مثال لطيف عشان تفهم كده القصه ماشيه ازاي. بص لي من فضلك. خلاص؟ ده اللي هو السيلف الازرق، وده الاسود اللي هيخلي يومك اسود، ده النون سيلف. خلاص؟ خد بالك القلمين شكل بعض بالظبط اهو، طبعا عامل اختلاف ضخم، ان بس في اللون ان ده ازرق وده اسود، انما طبعا الاختلاف مش بالحكايه دي. انا بقى الانشن بريزنتنج سيلز، فاجي اعمل ايه؟ اجي اخد الانشن ده واعمل له بارشال دايجيشن واطلع اهم حته فيه، اهم حته ان ده غطاء اسود انما ده غطاء ازرق. انا الانشن بريزنتنج سيلز، يبقى عملت ايه للانشن؟ عملت بارشال دايجيشن وطلعت العلامه المميزه دي تيرمن جروب اهي. خلاص؟ طيب وحضرتك وقاعد قصادي انت بقى التي سيلز اللي لازم تتعلم ايه الفرق بين السيلف والنون سيلف.
فانا الانشن بريزنتنج سيلز رحت لك بحاجتين، بص اهم نفس القصه تماما اهي اهي نفس القصه اهي. الفرق الوحيد بين السيلف والنون سيلف ان السيلف ازرق انما ده اسود. علمتك هتلاقيهم شكل بعض بالظبط. يبقى اللي هيقول لك دي من دي هو في حالتنا اللي اديت مثال عبيط اللي هو اللون. يبقى حضرتك انت التي سيلز اللي لازم تتعرف على النون سيلف من السيلف. ما ينفعش كده اوريك ده لوحده، طب ما هو ده شكل العادي، يبقى لازم اوريك الاثنين. بوريك الانشن ازاي؟ بعد ما اعمل له بارشال دايجيشن وابين الحته اللي بتميزه بقى. طب ما ينفعش اوريك الجنين المزيف لوحده، لازم اجيب لك الحقيقي. مين الحقيقي بقى؟ اللي هو الباج اللي على الخلايا السيلف اللي هو اسمه ميجرس كومباتبل كامبوس. يبقى الانشن بريزنتنج سيلز بتطلع على التي سيلز شيئين، الانتيجين بعد ما عملت له بارشال دايجيشن وبينت الديتيرمن جروب، والباج اللي في خلايا الجسم اللي هو الميجرس كومباتبل كومبلكس. اشهر انشن بريزنتنج سيلز هي الدندريتك سيلز في الجسم، خلاص. كان اسمها لانجر هانز، اكتشفها واحد اسمه لانجر هانز ادولف، اسمه بول لانجر هانز في القرن التاسع عشر. انما اللي عرف دورها في القصه دي راجل اسمه ستيم مان، وخد جائزه نوبل في الكلام اللي قلته لك ده في سنه 2011. فهموا ازاي التي سيلز لحضرتك بتقدر تميز السيلف من النون سيلف برغم تقاربهم. التيومر سيل دي كانت امبارح خليه طبيعيه، تحور التحور قليل، ازاي بتلقط دي من دي؟ زرعت كليه مشابهه للكليه بتاعتك، ازاي بتعرف دي من دي؟ لازم بمعاونه الخبير انشن بريزنتنج يعرض على حضرتك الانشن. ما بيعرضوش لوحده، بيعرضوا جنب النون سيلف، بيعرضوا مع السيلف. بيعرض النون سيلف بعد ما يعمل له بار، اوعى تقول دايجيشن، بارشال دايجيشن، عشان يبين ايه؟ العلامه المميزه دي تيرمن جروب. ولا خد بالك العلامه المميزه هنا هو ده شكل السيلف بالظبط، بس خد بالك بقى ادي السيلف، ادي نوريك الحقيقي والمزيف، هو نفس الشكل، التركيبه هي الفرق، بس كده ده ازرق. يبقى لما تجوب في الجسم اي حاجه سودا تضربها تخرمها تموتها، اللي ازرق سيبك منه. يبقى الانشن بريزنتيشن ده موجود في النوع الارقى مش في البي. البي مش هتلخبط البي البكتيريا مع الانسان، عشان كده الانشن ريكوجنيشن دايركت، البكتيريا مفيش علاقه بينهم الانسان. انما دي ايه المهام بتاعتها؟ ترانسبلانتد تيشو، يشابه نسيجه خليه كانت طبيعيه امبارح، في بدايه التحور ابتدت تبقى تيومر سيلز، حصل تغير طفيف بينها وبين الخلايا. توري له بص التغير ده هتلاقيهم شكل بعض بالظبط، بس ده الفرق، دي اللي تحورت ودي لا. يبقى الخبير في البنك اللي بيعلم الموظفين، الموظفين هم التي لمفوسايتس اللي هو حضراتكم، بيتعلموا ازاي يعملوا ريكوجنيشن للمزيف للسيلف من نون سيلف. مين اللي بيعلمهم؟ الانشن بريزنتنج سيلز. بتوريهم كام حاجه؟ اثنين، النون سيلف بعد ما تعمل له بارشال دايجيشن عشان تبين العلامه المميزه، والسيلف الجنيه الحقيقي اللي هو عباره عن البادج اللي موجود على كل خلايا الجسم اللي بيميزها ان دي تبعنا، دي مش نون سيلف، دي سيلف اللي سموها ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس كومبلكس، لانها بروتين وكربوهيدرات اللي على خلايا الجسم. هيستو كومباتبل تقول ان ده بتاعنا، ده سيلف، وميجور لانها مش على كل خلايا الجسم، على النيوكليتيد بس. ده في كروموزوم معين في الجسم لانتاج البادج ده، بس ما عليناش كروموزوم الشورت تشين بتاع الشورت ارم بتاع كروموزوم رقم 6. مش اي واحد يشرح اميونيتي، لازم الاول يقرا وبعدين يشرح، لان فاقد الشيء لا يعطي. خلاص يا شباب، قلت لكم الانشن بريزنتنج سيلز، القصه اللي انا حكيتها لك دي جائزه نوبل في سنه 2011 خدها ستيم مان في انه يعرف الانشن مين، وقال لنا مين اهم انشن بريزنتنج سيلز، الدندريتك، عندها دندرايتس كتيره. اللي كان اول واحد شافها بس ما عرفش دورها اسمه لانجر هانز، فممكن تسميها لانجر هانز سيلز، ممكن تسميها دندريتك سيلز، دي اهم واحد. هل في خلايا تانية ممكن تلعب دور الانشن بريزنتنج سيلز؟ اه، الماكروفيج ممكن تشتغل كانشن بريزنتنج سيلز، البي لينفوسايتس ممكن تشتغل يعني خادمه عند التي تعمل لها القصه دي، ده الانشن بريزنتنج. دي الحته الصعبه في الموضوع يا اولاد، اللي هي سهل، دي الصعبه، انك من الاول تفهم حاجه. بستعجب لما بسمع الزملاء بقول فقط شيء لا اعطيه، افهم ايه الطالب ده؟ ان يقول له في بي وتي، في فرق كبير بين البي والتي،
ببكتيريا، ما في ما حدش بيغلط البكتيريا مع الانسان، يبقى ريكوجنيشن دايركت. انما التي خد بالك فيها تيومر سيلز، كانت امبارح سيلف بقت النهارده ران سيلف تيوبر ترانسبلانت تيشو، مشابه تماما للنسيج اللي بنزرعه. فلا بد ان انا اعرف سيلف من نون سيلف، ايه الفرق عشان ما اضربش غلط هديسكريمينيت. ففي خبير يجي للتي انفوسايتس يوريهم، اسمه انشن بريزنتنج سيلز جائزه نوبل، بانجرهان سيلز اللي خدها ستيم مان وسماها دندريتك سيلز في 2011، ياخد النون سيلف ويعمل له بارتشال ديجيشن ويعرض منه ديتيرمن جروب، وبعدين يعرض في نفس الوقت السيلف اللي هو الميجر هيست كومباتبل كومبلكس، يقول له بص شوف الفرق، تضرب اللي اسهم ما تضربش اللازم. اي هوب تبقى فهمت ولد دي الحته الصعبه. اشهر انشن بريزنتنج سيلز اللي هي قلنا الدندريتك سيلز، عملها لك باللون الاصفر اللي هي خدوا فيها جائزه نوبل في 2011، كان سماها واحد قبل كده في القرن التاسع عشر اللي هو لانجرهانس، سماها لانجرهانس سيلز، اسمه بول لانجرهانس فسماها على اسمه. هل في خلايا تانية؟ مكتوب قصادك اهو، ممكن الماكروفيج، ممكن البي ليمفوسايتس. ابتدي بقى القصه الحقيقيه بعد ما قلنا الحته الصعبه اللي فيها، انما مش اي حاجه، مش هنقرا اي حاجه. طيب بص معايا، دلوقتي مش هعمل الطريقة اللي هي زي ما بقول الناس ملزقة المعلومات وفقد الشيء اللي يعطيه. دلوقتي الـ specific أو acquired immunity includes four steps، أربع خطوات. أنت طبعا عمره ما هيجي لك الـ specific immunity كاملة، هيجي لك يا إما الهيمورا اللي هي الـ antibodies اللي بتطلقها الـ B lymphocytes، يا إما الـ cell mediated اللي هي T بنفسها بعد ما تعرفت ازاي تعرف الفرق من السيلف والنون سيلف هتمسك النون سيلف وتخربه. فهنتكلم في اربع خطوات. اول حاجه الديفلوبمنت اللي هو البروسيسنج اللي هو تجهيز الخلايا اللي هتتعرف على السيلف والنون سيلف. افتكر فكر معايا تايم التجهيز ده، يعني احنا بنجهز الخلايا بعد ما تتولد ولا في اثناء الحمل؟ يعني المفروض لحضرتك تتولد وما انتش مستعد والبكتيريا والفيروسات تهاجمك وتموتك وبعدين بقى نجهز روحك. لا، اي ثينك كان لازم التجهيز يحدث قبل الميلاد في الفيتال، يعني وانت لسه فيتس وانت جنين، ونكمل في الايرلي نيونيتال لايف. التجهيز بدا في الفيتس، ودي حاجه انا بتدل، اسمعني في دي بقى، دي حاجه اعتبرها فقر بعلامات عامة، بتدل دلالة قاطعة على أنه وراء الخلق خالق. كيف تم تجهيز هذه الخلايا في الرحم وهي أساسا ما شافتش النون سيلف؟ يعني زي الأنشن بريزنتنج سيلف وريتها إيه وفهمتها إزاي الفرق بين السيلف والنون سيلف والتجهيز جوه لسه ما حصلش إكسبوجر، وإزاي يعني في قوة عارفة أن في الحياة حوالي مليون نون سيلف نحط لهم مليون نوع من التي والبي لينفوسايتس، يبقى في قوه عاقله نسميها الله عارفه مدركه الكون كله ان الناس دي هتقابل حوالي مليون انشن، فلازم نجهز لهم مليون خليه تي وبي يقدروا يتعرفوا على الانشن ده قبل ما يشوفوه، قبل التعرض في الفيتال ايرلي يونيتال لايف. دي نقطه تدل على انه هو الخلق خالق لمن يفهم. ده التايم. اللوكيشن، المدارس اللي تم فيها التجهيز. قلنا التي ليمفوسايتس اول ناس درسوا الحكايه دي درسوها اللي هم الالمان في الطيور، لقوا ان في اليوك ساك اللي هو كيس المح بتتكون الليمفوسايتس، وبعدين لقوا مجموعه منها بتهاجر للثايمس اللي هو نسيج لمفاوي في صدر الطير. الانسان برضو عنده ثايمس في صدره فسموها تي ليمفوسايتس. يبقى فهمت ليه سموها تي؟ نسبه الى الثايمس. وان كان اللي ما يعرفوش الزملاء وما تقولهمش هيفتكروا بتتكلم غلط، بعضهم بيروحوا التونسل، حتى مصادفه جميله انها برضه بالتي، التونسل اللي هو اللوزه، انما معظم التي بتروح للثايمس، سيبك من التونسل. طب البي لقوها بتروح في الطير لنسيج لمفاوي جنب المجمع اسمه بيرس. واحد يقول لي هو ايه المجمع ده؟ معلومات عامه يا اولاد. عمرك بصيت على الطيور وهي يعني بتتبول وتتبرص؟ ما بتنزلش زينا بول لوحده وبراد لوحده، بتجمعهم مع بعض كده وتعمل كوكتيل من البول والبراز في الكلواكه وتنزلهم مع بعض. ما
ببص على الطيور، نزل ميه مع الاسطول مع بعض. ففي جنبيها نسيج لمفاوي اسمه البيرسا، لقوا الناس الالمان ان الليمفوسايتس بتهاجر دي فسموها البي نسبه الى البيرسا. طب الانسان ما عندوش مجمع وبالتالي ما عندوش بيرسا، طب بتروح فين في الانسان بقى؟ يبقى تروح البيرسا في البيرس، لكن في الانسان بتروح ما يكافئ البيرسا، البيرسا ايكويفالنت، مكافئات البيرسا اللي هم الليفر والبون مارو، الليفر والبون مارو. يبقى دي المدرسه اللي تم التجهيز فيها. النقطه الثالثه في الديفلوبمنت، ازاي بيتم التجهيز؟ سهله جدا. ازاي بتبقى سبيسيفيك؟ الانتيجين ده مفتاح، يبقى نحط له في الليمفوسايتس قفل ما ينفعش غير مع المفتاح ده، القفل ده اسمه ريسبتور. يبقى افتر بروسيسنج البي والتي ليمفوسايتس ناو عندهم ايه بقى؟ سبيسيفيك ريسبتور اللي هو قفل للسبيسيفيك انتش اللي هو المفتاح. ادي عمليه ال ديفلوبمنت اللي هي البروسيسنج. بروسيسنج يعني التجهيز، مش عندنا في البيت بروسيسور اللي هو الفود بروسيسور بيجهز. يبقى في البروسيسنج هتتكلم على ثلاث نقاط. التايم، متى تم تجهيز الخلايا ضد الانشن بالعقل، لازم قبل ما الانسان يواجه المعركه، يبقى في الفيتال لايف، لكن كمل للاوائل والايرلي نيونيتال. اين؟ يبقى قلنا الزمان قبل الميلاد. طب المكان، شوف حتى حلوه، التايم واللوكيشن، الزمان والمكان. الزمان في الفيتال والايرلي نيونيتال لايف، والمكان حسب ان كل الليمفوسايتس بدات في الطيور. قلت دي معلومات ما الزملاء ما لهمش دعوه بيهم، ما قروش عنهم حاجه، بس عشان نتعلم. في حاجه اسمها اليوكساك، ثم هاجرت الليمفوسايتس السمول ليمفوسايتس الى مكانين. اللي هاجر للثايمس، نسيج الليمفاوي اللي في الثايمس سموه تي نسبه الى الثايمس، والانسان عنده ثايمس، في الانسان بتروح التونسلز كمان، بس الثايمس هي الاهم. اما البي راحت للبيرسا في الطيور اللي هي جنب المجمع، احنا ما عندناش مجمع وبالتالي ما عندناش بيرسا، وتروح ما يكافئ البيرسا، بيرسا ايكويفالنت، اللي هي حتى لو عايزها برضه مع البي تبقى بومارو وليفر، لو عاوز تحفظها بطريقه اسهل، بومارو، فسموها البي. يبقى قلنا المكان والزمان. طب الميكانيزم؟ يعني ايه تجهزناها؟ يعني حطينا لها سبيسيفيك ريسبتور لا يتعامل غير مع الانشن ده، يبقى الانشن هو المفتاح وهي عندها الاف، بس خلص. تاني عمليه ريكوجنيشن اوف انشن، ازاي بنتعرف؟ لطالب بقى فاهم اللي شرحته. يا بابا عرفتها لاجيال البي ليمفوسايتس ضد ايه؟ ضد البكتيريا، البي مع البي. هل يا بابا في خلط بين البكتيريا وبين حضرتك اللي هي نون سيلف البكتيريا وحضرتك اللي هو سيلف؟ لا، عشان كده دايركت ريكوجنيشن، على طول البي تروح رايحه البكتيريا، القفل المفتاح دايركت. انما ليه التي ليمفوسايتس ان دايركت ريكوجنيشن واحتاجنا فيها اللي هو الانشن بريزنتنج سيلز اللي خدوا فيها نوبل؟ لان اللي فاهم ودول على عددهم قليل جدا في الدنيا، ان التي ليمفوسايتس الانشن بتاعها هيستو كومباتبل، شكل السيلف تيومر سيل ما جبناهاش من المريخ، كانت امبارح سيلز عاديه، كانت امبارح سيلف، النهارده نوت لسه ما تحولتش تحول كامل، بدات نيه انها تبقى نون سيلف وتعمل تيومر. ترانسبلانتد تيشو، واحنا قلنا كلها بحرف التي، جايبين نسيج كليه زي كليه انسان ومشابه ليك حطيناها لها، لا هتجيبها، ان دي مزيفه مش هي. هتجيبها ازاي؟ بالخبير اللي وراها الانشن وراها السيلف، وراها النون سيلف والسيلف. الخبير ده اسمه ايه؟ انشن بريزنتنج سيلز، بيعرض عليها ايه؟ حاجتين، الجنين المزيف اللي هو النون سيلف اللي هو الانشن، فين الحته المميزه فيه؟ ديترمن جروب، يبقى عشان يبين لها لازم يعملها، اسمع كويس، مش دايجيشن، ده يهضمها، بارشال دايجيشن. طب ويوريها السيلف، مين السيلف؟ البادج اللي خدناه في الانترودكشن على السيل ميمبرين اللي سموه ميجر هيستو كومباتبل كومبلكس، كومبلكس لانه عباره عن بروتين وكربوهيدرات. هيستو كومباتبل يقول ان ده بتاعتنا، ده مش مزيف، ده السيلف. ليه سموها ميجر؟ لانها مش في كل خلايا الجسم. في النيوكليتد بس. يبقى هنا دايركت ريكوجنيشن، انما هنا اندايركت ريكوجنيشن. النقطه الثالثه ديفرنشيشن. ودي اللي هنشرحها في الصفحه اللي بعدها ويبقى خلصت السبيسيفيك اميونتي. البي ليمفوسايتس بتتميز، او البي ليمفوسايتس بتنلارج، تكبر وتبروليفريت، تتكاثر وتديفرنشيت، يعني تتميز الى نوعين من الخلايا. قلنا البي دي جبانه شويه، دي ما بتشتبكش بروحها.
إنما بتطلق اسم على اللغة العربية جميلة، بتطلق وابلا من الأنتي بوديز في سوائل الجسم، عشان كده سموها FM هيومورال. طب الأنتي بوديز ده إميونوجلوبولين بروتين، طيب كويس، يبقى لازم تصنع بروتين. ايه رأيك بقى المفاجأة، البي لينفوسايتس دي ما تعرفش تصنع بروتين. ليه؟ لأن تصنيع البروتين بيتم في الرايبوزومز بتاعت الرف اندوبلازميك ريتيكولا، الجرانيول اندوبلازميك ريتيكولا، هي ما عندهاش رف اندوبلازميك ريتيكولا، عشان كده تحورت لخليه اسمها بلازما سيلز عندها ويل ديفلوبد رف اندوبلازميك ريتيكولا رايبوزومز، تقدر تعمل بروتين اللي هم الانتي بوديز اللي هم الاميونوجلوبولينز اللي ماشيه مع كلمه ماجد ام اي جي اي دي، خمس انواع لذيذه هي ماجد، او ممكن تقولها جامد، عبد الله عمل لها طريقتين، يا ماجد يا جامد، اختار اي واحده فيهم. يبقى الاول مره نفهم هي ليه البي لينفوسايتس ما اطلقتش الانتي بوديز بنفسها، لان الانتي بوديز دي بروتين بيتصنعوا في الريبوزومز بتاعه الرف اندوبلازميك ريتيكولم، هي ما عندهاش رف اندوبلازميك ريتيكولم، فكان لابد تحورها الى خليه عندها رف اندوبلازميك ريتيكولم اللي هو البلازما سيلز. واقول لك حاجه ما يعرفهاش الزملاء، عارف لما بقول بتطلق وابل بالانتي بوديز، عارف بقى البلازما سيلز هي بتنتج الانتي بوديز مش البي، طبعا ما انت فاهم ان البي لازم تتحور للبلازما تتميز للبلازما، عارف معدل انتاج الانتي بوديز، افتح ودانك للمعلومه، معلومات عامه لمن قرأ في الاميونيتي، 2000 انتي بوديز بير سكند، 2000 انتي بوديز في الثانيه، ايه العظمه دي، 2000 انتي بوديز في الثانيه من الخليه الواحده البلازما سيلز، يبقى قضي الامر، لان الاورجانيزم اللي عدى النون سبيسيفيك ده عاوز مجهود عشان نخلص منه، عارف، لان لو تهزمنا في السكند ديفنسيف لاين قضي الامر، توفق الله، مفيش فرصه غير للانتصار يا حبيبي. 2000 انتي بوديز في الثانيه اطلقها البلازما سيلز، ثم تحولت الى نوع انساني اسمه ميموري سيلز. ده قلنا الميموري سيلز وظيفتها ايه؟ دي البلازما سيلز بتشترك في المعركه الحاليه، انما الميموري سيلز معركه القادمه بتسجل معلومات بس عن الاورجانيزم، بحيث اذا هاجمنا نفس الاورجانيزم تاني سيكون انتاج الانتي بودي اوفر واسرع، هيبقى اوفر واسرع مور رابيد، وفي نفس الوقت سترونجر، اللي هو نسميها السكند ريسبونس، لانه لا يلدغ الحر من جحر مرتين. طيب نيجي التي لينفوسايتس بتتميز لايه بقى؟ تتميز لانواع كثيره من الخلايا، هنقول ثلاثه منهم، ميموري سيل زي هناك برضو، زي ما في ميموري بي في ميموري تي، دي فاهمها انت في السكند اكسبوجر، عشان يبقى السكند ريسبونس اسرع واوفر. بتتميز الى نوعين من الخلايا، سي دي 4 سيلز تي سيلز وسي دي 8 تي سيلز، اللي هنحكي عنهم ايه حكايه سي دي كلاستر ديفرنشيشن، كل ده هنحكي عنه حالا دلوقتي، ما تقلقش خالص. سي دي اللي هي الهيلبر اللي هي الزعيم اللي هي سي دي 4، وسي دي 8 اللي هي التي سايتوتوكسيك. وفي نوع رابع على فكره، ان لازم بعد ما نضرب النون سيلف في حاله التي نروح موقفين، والا عارف ايه اللي هيحصل؟ ممكن تغلط لو سبت المعركه شغاله وتضرب السيلف، وده يحصل لك فيتال اوتو اميون ديزيز. ففي نوع رابع اسمه سبريسور تي سيلز، يعني في ميموري تي سيلز للمعركه القادمه، وفي اثنين للمعركه الحاليه، الزعيم اللي هو السي دي 4 التي هيلبر اللي بيساعد مين؟ بيساعد السيتوتوكسيك اللي بتموت الخلايا، التي سيتوكسيك اللي هو السي دي 8 تي سيلز، ونوع يوقف العمليه اسمه سبريسور تي سيلز. معظم الناس ما بتحبش تتكلموا على فكره اكتر من اربع انواع، اللي يعرف كتب محترمه، انما خلينا في الحاجات المطلوبه منا. ده النقطه الرابعه، ده هنشرح بقى التي السي دي 4 والسي دي 8، هشرحها كويس قوي في الصفحه الاخيره اللي هي القادمه باذن الله. نيجي رابع حاجه الكوميونيكيشن، ان لازم خلايا الاميون سيستم دي تتصل ببعض عن طريق مواد اسمها سايتوكينز. سايتوكينز يعني بتحرك الخلايا، سايتو يعني خليه، كينز ستيميليت الخلايا. لما نعرف تركيبها ووظيفتها يتحول اسمها من سايتوكينز الى انترلوكينز، الانترنت بتاع الليكوسايتس، ما هو لا تنسى
الليمفوسايتس دي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز، عشان كده بتتواصل مع بعضها البعض عن طريق هي الانترنت بتاع الليوكوسايتس، لان هي ليوكوسايتس اسمه انترلوكينز. طول ما انت ما انتش عارف تركيب الماده اللي بيتواصلوا بيها تسميها سايتوكينز، لما تعرف تركيبها وظيفتها يتحول اسمها الى انترلوكينز. الزعيم اللي هو الهيلبر، هيلبر ده اللي بيساعد كله، تي هيلبر ده في التي هيلبر ده بيساعد السيتوتوكسيك تي، التي اللي هي تبعه اللي بتموت الخلايا، وبيساعد البيحة كمان في انتاج الانتي بودز. عشان كانوا عندنا نوعين من الهيلبر، طبعا جحا اولى بلحم طرق، التي هيلبر وان تساعد التي، الوان دي التي ده هي تي هيلبر، هي تي اساسا، يبقى الهيلبر وان للتي يساعد التي ويتواصل معاه بحاجه اسمها انترلوكين 2. انما الهيلبر 2 دي بتساعد البي سيلز انها تتحول لبلازما سيلز وتنتج الانتي بودز، بتتواصل معاها بانترلوكين 4 و5 و6. يعني تملي العدد وضعفه، الهيلبر 1 تتواصل ب2 وال2 تتواصل ب4، ال1 تتواصل ب2 وال2 تتواصل ب4 5 6 زي عايز تعرف ده التواصل. ده كان القصه، ولسه هنقول شويه تفصيلات وننهي بذلك. يبقى تاني، ده من اهم، انا عاوزك يا اولاد، الموضوع ده مش مهم في البلاد بس، البكتيريا في امراض باطنه، واذا ما فهمتوش مع العبد الله هتقعد طول عمرك ما انتش فاهم الاميونيتي. الاميونيتي اربع خطوات، لما يجي لك سؤال بي او تي تاخد من الصفحه دي، ما تكتبش انت مش اسطوانه، تكتب ما يخص البي لو السؤال في البي من الاربع خطوات، وما يخص التي لو السؤال من التي بس، فمش هتكتبها كلها، هتكتب نصها. لو بيتكلم على البي تاخد بتاع البي، بيتكلم على التي تاخد بتاع التي. يبقى اول خطوه ايه؟ تجهيز الاميون سيستم ديفلوبمنت، ده هتتكلم عليه في كام نقطه؟ ثلاثه. تايم حصل قبل ما تتولد في الفيتال ايرلي نيونيتال لايف. طب ده الزمان. المكان، لو حصل في الثايمس بحرف التي تبقى تدي تي لينفوسايتس، لو التمرين ده حصل او التطوير حصل، لو حصل في البيرس او البيرس او كده تبقى بي. طيب التجهيز ده حصل ازاي؟ ميكانيزم ركبنا لها ريسبتور يا اخي، ليه؟ عشان تبقى لايك اكي اند لوك سبيسيفيك، قفل معين في موجب مفتاح معين. ثم نيجي للريكوجنيشن، النقطه الثانيه، خلاص اطلقناهم ده، هيتعرفوا ازاي؟ فكرنا بذكاء، البي وظيفتها بكتيريا، البي مع البي بكتيريا، يبقى ده دايركت ما فيهاش لخبطه. انما التي الانتيجين اللي هو النون سيلف مشابه للسيلف، يبقى محتاجه الخبير اللي هو يعرض المزيف والحقيقي اللي هو الانشن بريزنتنج سيلز، يبقى ان دايركت. طب الديفرنشيشن التميز، تميزت البي الى نوعين، اللي هيدي الانتي بادي دلوقتي اسمه بلازما سيلز لان عنده رفع اندوبلازميك ريتيكولا يمكنه من انتاج الانتي بادز، اللي هيراقب وهيشترك في المعركة القادمة يبقى ميموري سيلز. التي برضو تميزت، المعركة القادمة ميموري، لكن طب الحالية فيها اتنين بقى، واكشن فيها تلاتة. هيلبر ده الزعيم، ده اللي يساعد التي ويساعد البي كمان، هيلبر 1 يساعد التي وهيلبر 2 يساعد البي. ومين اللي يوقف العملية؟ اسمه تي سابريسو. طب كيف يتواصل الزعيم مع التي ومع البي؟ بحاجة اسمها انترلوكينز، ده الكوميونيكيشن مع بعض. الهيلبر 1 بيتواصل مع التي ب2، ال1 ب2، والهيلبر 2 اللي بيتواصل مع البي ب4، يبقى ال1 ب2 وال2 ب4 5 6 انترلوكينز. ده القصه. نيجي بقى الحكايه والروايه، الصفحه الاخيره. دلوقتي نيجي يا اولاد للميونوجلوبولينز، كلام بسيط خالص خالص وجميل خالص. الاميونوجلوبولينز اللي هي بقى بنتكلم على مين دلوقتي؟ على البي. البي تحولت الى بلازما سيلز، دي اللي بتنتج انتي بودز 2000 في الثانيه، تنتج خمس انواع من الاميونوجلوبولينز. يعني يمكن تقسيم الانتي بودز حسب التشابه الى خمسه انواع، انما اوعى تنسى هي مش بتنتج خمس انواع، لو في مليون اورجانيزم بتنتج مليون نوع من الانتي بودز، لا يصلح غير واحد في واحد. بس عشان ما ندرسش مليون قلنا ان يمكن حسب التشابه وليس التطابق تقسمهم الى خمسه انواع، عاوز ناس فاهمه. يبقى حسب التشابه، لكن هو سبيسيفيك انتي بودي معين ضد بكتيريا معينه.
حسب التشابه خمس انواع: ميونوجلوبين جي وام واي واي ودي. تاني بالميونوجلوبين جي، كل معلومه بقى سؤال ام اس كيو. ده عنده الهايست كونسنتريشن، يعني 80% من الاميونوجلوبينز اميونوجلوبين جي، خلاص اهو. ده اللويست موليكولار ويت، اصغر واحد فيهم لايه؟ لانه معمول من قطعه واحده اهي، بصوا معايا بالليزر اهو، قطعه واحده اللي شرحناها قبل كده، اللي هو زي حرف الواي، عندها تو شورت اور لايت تشينز اللي باللون الاحمر، وتو لونج اور هيفي تشين باللون الاسود. ولانها قطعه واحده قلنا تقدر تمسك كام بكتيريا؟ ما بين اللونج والشورت هنا واحد، وما بين اللونج والشورت هنا واحد، يبقى تبقى divalent. يبقى ليه الاميونوجلوبين جي هو اقل موليكولار ويت؟ لانه معمول الانتي بوديز من قطعه واحده، قطعه واحده، والقطعه الواحده تمسك كام بكتيريا؟ مونومير، مونومير يعني قطعه واحده، مونو يعني واحد، ومير يعني قطعه، تبقى divalent تمسك اثنين، تمام. طيب الجزء العلوي هو ده السبيسيفيك، يسموه فراجمنت فور انشين بايندينج، يعني ما يمسكش غير نوع معين من الانشين، فيسموه فراجمنت فور انشين بايندينج، يمسكه بس. وبعدين انت فاهم القصه، طب كده ما ماتش، مين يجي يكمل ما بداه الانتي بادي كومبلمنت؟ يمسك تحت يفجر المجموعه دي كامله، يكمبليت ما بداه الانتي بادي، الانتي بادي يمسك والكومبلمنت هو لان سبيسيفيك يفجر. عشان كده الجزء اللي تحت ده يسموه كونستنت فراجمنت بتاع الكومبلمنت، لانه اي حد يمسك فيه، ده مش سبيسيفيك، يعني الانتي بادي فيه جزء سبيسيفيك جزء مش سبيسيفيك. يبقى الاميونوجلوبين جي بحب اسميه جيش، ده الهايست كونسنتريشن، ادي اول معلومه 80% منه. لويس موليكولار ويت، يبقى بص بقى على الرسمه اللي فوق دي، دي البلاسينتا اللي هي بتفصل الام عن الناحيه الثانيه، هيبقى الجنين، يعني لو تخيلت الناحيه الثانيه هيبقى هنا في الجنين. يبقى من شكله اهو الاميونوجلوبين صغير اهو، يبقى ممكن يعدي البلاسينتا. الاميونوجلوبين جي بيعدي البلاسينتا، ده المعلومه الثالثه، كروس ذا بلاسينتا. وفي ذلك نعمه، ايه النعمه؟ ان كل الامهات قبل ما اولادها يتولدوا هتديهم شويه من الاميونوجلوبينز بتاعها هي، يبقوا جاهزين بيها، لان احنا عرفنا ان التجهيز بيبتدي في الفيتس بس بيكمل في الايرلي نيونيتال لايف، فانا هدي لها كده شويه ببلاش. يسموها ايه؟ اميونتي ببلاش، يسموها باسيف اميونتي. ده النعمه، لكن قد يكون نقمه. ليه بقى؟ ان لو الام مختلفه عن الابن في الار اتش، لسوء الحظ الار اتش انتي بوديز من هذا النوع جي تايب هيكروس ذا بلاسينتا ويحطم الانتي بوديز بتاع الام، هيكروس البلاسينتا ويروح لكرات الدم الحمراء بتاعت الجنين ويحطمها اللي هو الار اتش. لكن تمالي بقول جمله حلوه يا اولاد، النعمه تشمل والنقمه تخص، يعني كل الامهات هيدوا كل الاطفال باسيف اميونيتي، لكن ام خد النسبه اللي ما يعرفهاش الزملاء، في كل 250 ام واحده بس هتختلف مع ابنها في الار اتش وهتحطمه، اللي هنشوفه المحاضره القادمه باذن الله. يبقى مش تقولها نقمه ونعمه، النعمه تشمل باسيف اميونيتي والنقمه تخص الار اتش انتي بوديز، وقلنا ان هو مونومير. طيب هنيجي بعد شويه حكايه السكند ريسبونس دي هنفهمها مع بعض، وبعدين تقول ما هو وظائف الاميونوجلوبولينز بقى، ان هو انتي بكتيريال وانتي فايرال وانتي توكسينز، وبعدين بيستيميليت الفاجوسايتوزيس، يبقى اذا بيشتغل كاوبسينين، وبياكتيفيت الكومبلمنت، قلنا بالكلاسيكال واي يمسك والكومبلمنت يكمل، ده الكلاسيكال واي، وبيحلي الحاجه الاوبسونيزيشن، يبقى بيشتغل كاوبسين، يبقى بيستيميليت الفاجوسايتوزيس واوبسينيزيشن واكتيفيت الكومبلمنت، يبقى ست وظائف اهو، ده اطول واحد بياخد وقت. هنعيدهم تاني بس ايه نلم الموضوع الاول. نيجي اميونوجلوبولينز ام، ليه سموه ام؟ عشان هو ماكرو، ده اكبر واحد، ده الهايست موليكولار ويت، ولكن لو كونسنتريشن، تركيزه قليل. عارف ده القطعه بكام بقى؟ الواحد بص عد معايا من خمس قطع، خمسه ده الاميونوجلوبولينز ام، خمس قطع مش قطعه واحده، هنا مونومير هنا خمسه، يبقى احسب معايا يبقى عنده كام بايندينج سايت؟ القطعه بتمسك اثنين اهم، يبقى الخمسة تمسك كام؟ تمسك 10، يبقى إذا هو بنتامير عنده 10 بايندينج سايتس. طب إيه رأيك من حجمه كده؟ ده ممكن يعدي البلاسينتا؟
لا يبقى كان نوت كروس ذا بلاسينتا. وعليه ده يفسر ليه لما الام بتختلف مع الجنين في الاي بي او سيستم، يعني هي بلاد جروب A والبيبي بلاد جروب B، ليه ما بيحصلش حاجه؟ ليه في الار اتش بس اللي بيحصل حاجه؟ لان الانتي بوديز بتاعت الاي بي او سيستم من نوع الكبير الام اللي ما بيعديش البلاسينتا. طب انت بقى فكر معايا بذكائك، تفتكر مين الانتي بودي الاقوى، الجي اللي يقدر يحطم 2 بكتيريا ولا الام اللي يحطم 10؟ لان الواحد بخمسة يمسك 10، والواحد بيمسك 2، الجي المونومير يمسك 2 تايفيلنت، انما ده بنتامير يبقى عنده 10 بايندينج سايتس، مين اقوى؟ الام. طيب تعال بقى فهمك الفسيولوجي كما الحياه. كان لي كل الفخر وانا نائب في القصر العيني ان اشترك في الحرب الوحيده اللي هزمنا فيها اليهود هزيمه يعني منكرة ليهم، حرب 73. كان العبوء، احنا طبعا رحنا، كنت نائب في القصر العيني، رحنا نعالج المدنيين اللي هيصابوا، يعني الاطباء العسكريين هيعالجوا هم العسكريين، انما احنا بنعالج المدنيين، وطبعا العساكر معاهم بقى التموين وناس وناس يعني بتجهز الحاجات، فاحنا المدنيين هم عسكريين بس في الحرب معاهم. كان ميعاد الحرب يوم 6 اكتوبر الساعه 2 الظهر. قبل الحرب بيوم تقريبا او بساعات في حاجه اسمها تجهيز مسرح عمليات، ينزل القوات الخاصه اللي هي بقى اعداد قليله بمقدرات جامده يعملوا تجهيز لمسرح العمليات، يعني ارباك للعدو، يحطموا الرادارات، يسدوا افواه الانابيب بتاعه النابالم عشان لما الجيش يعبر ما نخسرش كتير. يبقى كيف تدار الحروب؟ ان الاول تبتدي بالاعداد القليله ذات المقدرات العاليه، دول يبتدوا تجهيز لمسرح العمليات، ثم تثني بالجيش. انا بقى استغلتها اوفر ييرز، واحد من احلى الحاجات اللي بحب اقولها، وهكذا تدار المعارك داخل الجسم. فربنا لما يهاجمك بكتيريا بيبتدي بالقوات الخاصه الام اللي يعتبرها مارينز اللي هي قوات خاصه تبع البحريه، اللي هو الواحد بخمسه، الواحد بكام؟ بخمسه، وعنده 10 بايندينج سايتس. خلاص الواحد بخمسه، على فكره هنا 10 يعني 10 نقط في الاميونوجلوبين جي، مش معناها 10 بايندينج سايتس، الواحد بخمسه. يبقى اعداد قليله لو كونسنتريشن، لكن اكبر واحد فيهم الواحد بخمسه يمسك 10، يبقى ده اللي يبتدي البرايمري ريسبونس، ثم تثني بالجي، يبقى ده الجيش. يبقى نبتدي بالام ونثني بالجي. الام برضو بيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت. دول اشهر نوعين، يبقى تملي حفاص الام المارينز قوات خاصه يبتدوا، وبعدين ينزل جي جي جيش جيش جي جيش جيش جيش، بعد كده ده السكند ريسبونس، عمرك ما تنساه. نيجي النوع الثالث، الميونوجلوبينز A. في نوع من البكتيريا يا اولاد بتستهبل بتستعبط. واحد قال يعني ايه؟ قلت له يعني هي عارفه ان سوائل الجسم بتموج بالام والجي. الام هتبتدي تجهيز لمسرح عمليات قوات خاصه، ثم ينزل الجيش اللي هو الجي سكند ريسبونس. ففي نوع من البكتيريا عزيزه جدا، قالت لا بقى انا هعمل ايه؟ انا ماليش ده، مش هنزل في سوائل الجسم، انا هحط على السطح في اي سطح، يعني الميكوزا، اعمل انفلاميشن في الميكوزا هنا، سوبرفيشال انفكشن، يعني مش هغوط تحت في السوائل بحيث يبتدوا بالام اللي هو الواحد بخمسه وبعدين بالجي. ده بنتامير الواحد بخمسه، وده قلنا الواحد بيمسك كام؟ بيمسك 2، يبقى الخمسه يمسكه 10. تملي الحروب بتبتدي بايه؟ بقوات خاصه، الام الاول برايمري ريسبونس، وبعدين يدخل الجيش. اعداد كبيره بكفاءات قليله، الاعداد القليله الواحد بخمسه بس، الاعداد القليله ده القوات الخاصه تبتدي الام برايمري ريسبونس وبعدين الجي. فقالت شوف بقى تلائم علينا الايه؟ انا هعمل سوبرفيشال انفكشن، ايه كوزا؟ مش هنزل تاني تحت. فانا بقول بقى ايه؟ الجسم بيقول للايه جرى ايه، حتى هتحفظها كده، الايه جرى ايه. طب انت مش هتنزلنا، احنا هنطلع لك انتي بودي يبقى سكريتد في الميوكوزا، عشان كده سموها سكريتوري اميونوجلوبولينز، سكريتوري مسؤوله عن الاميونيتي ضد السوبرفيشال انفكشن. البكتيريا اللي بتستهبل ومش عاوزه تنزل في سوائل الجسم وهتحط على السطوح، احنا هنطلع لها، فعشان كده سموها سكريتوري، اهي سكريتوري
immunoglobulins اللي بتطلع بقى secretory immunoglobulins اللي هي في كل التيرز والسلايفا والميلك ومسؤولة عن الاميونيتي اجينست سوبرفيشال انفكشن اهي خلاص. اجينست هنا بقى في منها انواع، في قطعة واحدة مونو وفي داي، الواحد يعني الواحدة تمسك اثنين والداي تمسك اربعة والتراي تمسك ستة، ودي الفيرست لاين اوف ديفنس. ما انت فاهم دلوقتي اجينست ايه بقى؟ الميكوزا، يعني اجينست السوبرفيشال انفكشن. ده النوع الثالث. نيجي للنوع الرابع الاي. مش انا قلت لك في وجه سيء للاميونيتي اللي هو الالرجي؟ تعالى فاهمها لك في حاله البي بقى. من هي الخلايا اللي متعلقه بالالرجي؟ طالب ذكي قال لي 100% اللي بتحتوي هيستامين بدليل ان احنا بناخد انتي هيستامينك في الالرجي. قلت له طب ساعدني، مين بيحتوي هيستامين؟ قال لي انا اقولهم لك. انت قلت لنا البيزوفيليك واللي يعادلها في التيشو، البيزوفيليك دي في البلاد، اللي يعادلها في التيشو المسلز. فانا احكي لك قصه الالرجي بطريقه لطيفه قوي. من هي الخلايا المسؤوله عن الالرجي؟ بيزوفيليك اند مسلز. من هو الانتي بادي المسؤول عن الالرجي؟ اميونوجلوبولينز اي. خلاص. من هي الماده اللي بتعمل الالرجي؟ الهستامين اللي موجود في الماس والبيزوفيليك سيلز، مش كده؟ ماده الهستامين. تعال احكي لك قصه الالرجي. الاميونوجلوبولينز اي بترتكن على الماست والبيزوفيليك سيلز اهي. يبقى الاي مرتكنه على الماست والبيزوفيليك سيلز. حضرتك كلت حاجه فود مش عاجبها، خدت عقار مش عاجبها، شميت حاجه مش عاجباها. تشتبك معاه الاميونوجلوبولينز اي تمسك في الانشن، طخ بوم بوم طخ، انفجرت الماست سيلز والبيزوفيليك سيلز، طلعت استامين عمل لك الرجي. الاميونوجلوبولينز اي لا تطبق المثل، لا تطبق. إذا كان البيت من زجاج وهو الماست والبيزوفيليك سيلز فلا ترمي الناس بالحجارة، لا تقصف الناس بالحجارة. هي بقى الاميونوجلوبولينز اي ده قاعد على سطح البيت من زجاج اللي هو الماست والبيزوفيليك سيلز اللي جواه قنابل موقوتة اللي هو الهستامين، ما عجبوش أي حاجة يشتبك معاها، طخ بوم طخ بوم، فرقعت الخلايا طلع مادة الهستامين. يبقى اتعلمت ثلاث حاجات على الألرجي: الخلايا ماست وبيزوفيليك سيلز، المادة الهستامين كلنا عارفينها اللي جواهم، والاميونوجلوبولينز اللي بيرتكن عليهم وبيسبب تفجيرهم ويسبب الالرجي عندما يشتبك مع اكله او عقار، اسمه اميونوجلوبولينز اي. وهفصلها لك بطريقه حلوه. اميونوجلوبولينز اي اخي اخي يبقى ده بتاع الالرجي وده مونومير. طب السؤال، طب هل ربنا عامل اميونوجلوبولينز اي ده اخي يعني بس عشان القرف؟ لا، ده لازم ليه وظيفه ضد البارازايتس الطفيليات. نيجي النوع الاخير بقى في الاميونوجلوبولينز يا اولاد اللي هو الاميونوجلوبولينز دي. الدي ده مش انا قلت لك الانشين بريزنتيشن، مين الانشين بريزنتنج سيلز اللي بتساعد التي انها تعرف على الانشين؟ اهم واحده اللي خدوا فيها نوبل الدندريتك سيلز، لكن قلت لك ممكن الماكروفيج وممكن البي ليمفوسايتس، البي ليمفوسايتس تشتغل كانشين بريزنتنج سيلز. مين اللي بيعاونها في الحكايه دي بقى؟ الدي. اللي بيعاونها هو الدي. فعشان كده بقولها بجمله حلوه، الدي انتي بوديز في خدمه البي ليمفوسايتس، بيساعدها انها تشتغل كانتيجين بريزنتنج سيلز، وبرده ده مونومير قطعه واحده. طيب بيقول لي ما عندكش طريقه حلوه كده تحفظنا بيها ماجد؟ ما انت عارف ان الاميونوجلوبولينز خمس انواع ماجد، ام اي جي اي دي، حتى بحب اقولها ماجد عشان نبتدي بالام. يبقى الام دي المارينز القوات الخاصه البرايمري ريسبونس، وبعدين يدخل الجيش جي جي جيش جيش سكند ريسبونس، والايه جرى ايه البكتيريا اللي بتستهبل وقاعده على السطوح سوبرفيشال انفكشن، هنسكريت سكريتوري اميونوجلوبولين يطلع لها في السطوح ويعمل اميونيتي ضد السوبرفيشال انفكشن. يبقى الايه جرى ايه، والاي اخي اخي بتاع الالرجي، ودي في خدمه البي ليمفوسايتس يساعدها في الانشن كوجنيشن. ده بجمله واحده رائعه يا اولاد حفظتها لاجيال. ادي الحاجات الاساسيه في الخمس انواع. يبقى اميونوجلوبولينز ماجد اوعى تنساها. مين القوات الخاصه اللي هي قلنا اهي اهي ده هاي سبريكر ويت واحد بخمسه، اعداد قليله لو كونسنتريشن، الواحد بخمسه يمسك 10،
ده يبتدي برايمري ريسبونس. ثم مين يساني؟ الجي الجيش، كميات كبيره الهايس كونسنتريشن، اكتر كميه 80%، لكن واحد بواحد لو سبريكر ريت مونومير يمسك اثنين بس. يبقى نبتدي بالام المارينز ونساني بالجيش الجي. والايه جرى ايه اللي ما بينزلش في السوائل؟ هنعمل له سيكريتوري ايمونوجلوبين يطلع له هو السوبرفيشال انفكشن، وده في منه واحد واثنين وثلاثه. والاي اخي بتاع الالرجي، الاي اخي اللي هو ماسك في البيزوفيليكول ماسلز يفجرها، بيقذف الناس بالحجاره وبيته من زجاج فيطلع هيستامين يعمل الالرجي. ودي في خدمه البي لينفوسايتس انها تعمل انشن ريكوجنيشن. ادي الكلام يا اولاد، ادي الكلام للي عاوز يفهم ايمونيتي. وكل حاجه يا اولاد في دي سؤال ام اس كيو. يعني في الجي في 10 نقط، ان دي الجيش، الجيش اعداد كبيره هاي كونسنتريشن، لكن المقدرات صغيره، عسكري جيش عادي لو سبريكر ريت واحد بواحد يمسك اثنين، ادم صغير يبقى يعدي البلاسينتا، وفي ذلك نعمه. المعلومه الثالثه ان هو يدي باسيف ايمونيتي، نقمه انه يعمل ار اتش انكومباتيبيليتي، ومسؤول الجيش بعد ما قعد القوات الخاصه السكند ريسبونس. وادي الست وظائف، الام دي القوات الخاصه، دي اعلى واحد بقى، دي اللي هم سموها ام عشان ماكرو هاي سبريكر ريت، اللي واحد بخمسة يمسك 10، لكن طبعا القوات الخاصة بعداد قليلة، فبالتالي ما تعديش البلاسينتا. عشان كده ده بيفسر ليه الاختلاف في الابيو سيستم ما فيهوش حاجة، لانه من الام تايب ما بيعديش، انما الار اتش من جي تايب بيعدي يعمل مصيبة. ودي اللي نبتدي بيها الحرب برايمري ريسبونس. والايه جرى ايه اللي ما نزلش؟ هنسكريت، هيطلع له في السطوح سكريتوري ايمونوجلوبولين سوبرفيشال انفكشن. والاي خي بتاعت الالرجي، يبقى الانتي بودي بتاع الالجي اي. يبقى عاوز اقول لك حاجه، لما شاكك عيان عنده الرجي، انهي انواع من الانتي بودي؟ السؤال ام اس كيو هجيبه لك تقيسه، ايمونوجلوبينز اي طبعا، ودي في خدمه البي ساعد في الريكوجنيشن. لازم تكتب لي حتتين بقى، ده السؤال الاطول طبعا، انت ملاحظ اللي هو الهيومورال ايمونتي ستراكشر وانتي بودي، قلناها ان هو واي شيبت، في اثنين لايت اثنين هيفي تشينز ممسوكين ببعض held together by di sulfide bonds، ماسكين في بعض بتو bonds. طيب ده بيساعد الموبيليتي والفلكسبيليتي، ان الانتي بودي ده مش سوليد كده ممكن يتني ويطلع ويعدي وهكذا. وانا زودت لك حاجه تبقى عارفها، ان هو جزئين، اي انتي بودي جزئين، الجزء اللي بيتفاعل مع الانشين ده لايك كي اند لوك، ده الجزء السبيسيفيك اللي هو الفراجمنت فور انشين بايندينج فاب، ده اللي بيتعامل مع الانشين ده السبيسيفيك. انما اللي تحت ده كونستنت فراجمنت او بورشن يسموها، ده اللي بيتعامل مع الكونفليكت. ما قلت الانتي بودي يمسك انتي بودي معين سبيسيفيك، يمسك بكتيريا معينه، يبقى ده الجزء السبيسيفيك. ومين يجي يكمل؟ المأزوم نون سبيسيفيك اللي هو الكومبلمنت من تحت. ده سؤال جميل التاني، قلت مين البرايمري ريسبونس يا اولاد؟ القوات الخاصه المارينز ايمونوجلوبين جي دي البرايمري ريسبونس، ومين السكند ريسبونس؟ ايمونوجلوبين جي. الايمونوجلوبينز ام بتظهر بعد 8 ايام من الانفكشن وتقعد لويكس وتختفي، انما الجي السكند ريسبونس بتبقى فاستر وبتقعد مده اطول. ايه السؤال بقى الام اس كيو اللي ما بيقولهوش الزملاء؟ ما احنا عايشين بنقرا. دلوقتي جالك عيان عنده انفكشن والانفكشن خف، بعدين فجاه سخن تاني، هل ده انفكشن جديد ولا الانفكشن الجديد القديم اسف يعني حصل له هاك تاني؟ سهله جدا. لو هو حاجه جديده يبقى تبتدي بمين؟ بالام. يبقى قيس الايمونوجلوبينز ام، لو لقيتها عاليه يبقى ده نيو انفكشن ريسنت انفكشن، لكن لو لقيت اللي علي هو الايمونوجلوبين جي هو اللي عالي عنده، يبقى ده حصل اكزازيربيشن اوف ان اولد انفكشن، الاولد حصل له اكزازيربيشن. ده ازاي يا اولاد بنشخص الواحد عنده كرونيك انفكشن؟ هل السخونه اللي حصلت له، هل المصيبه اللي موجوده دي حاجه جديده ولا القديم هاج عليه؟ اديك فهمت، احنا لو حاجه جديده نبتدي بالام وبعدين نثني بالجي، يبقى لو جديده لازم يبقى الايمونوجلوبينز ام هو اللي عالي، لكن لو انها حاجه يعني قديمه، طب الام خلاص خلص نفسه، يبقى نكمل بالجي لانه بيبقى فاستر وهاير ليفل. يبقى ده ازاي نفرق؟ اهو سؤال جميل، بين ريسنت انفكشن و اولد انفكشن.
recent infection بيبقى اللي عالي immunoglobulins M, old infection immunoglobulin G. دي الأسئلة اللي بيجيبوها هنا يا ولاد في أمريكا تبقوا عارفينها كويس. شاب بقى السيل ميديت الاميونيتي صغيرة قوي اهي. كلمتين صغيرين زي الفل. لأن أنا عندي نوعين من السيلز اللي هو الـ CD4 والـ CD8 سيلز. طيب طبعا احنا عندنا قلنا في ميموري مش هنتكلم عليها دي بتاعه المعركه اللي هي الثانيه، انما في عندي سي دي 4 وفي عندي سي دي 8 سيلز. انا بس عاوز ارسم رسمه صغيره فاجيب ورقه في ثانيه واحده. اولا احنا بنعرف ازاي الزعيم من الجيش العادي. سي دي ده الهيلبر، هو ده الزعيم. من السي دي 8 ده اللي هو اللي بيقوم، ده اللي بيموت، اسمه سايتوتوكسيك، حتى اللي بيقتل الخلايا اللي هو الانشي، انما ده بيساعد بس. انا اقول لك احنا الفكره كالاتي، بنبص على شكل الليمفوسايتس بنلاقي فيه جواها كلاستر، يعني تجميعة. لو التجميعة دي معمولة من أربعة يبقى نسميها CD4 Cluster Differentiation 4. لو معمولة من 8 يسموها Cluster Differentiation 8. وعلى فكرة كل واحدة فيهم، بس يعني ما تقولوش الكلام ده، عندها تاني كلاستر في ثلاثة، بس ده طبعا ما ميس، هما اتنين عندهم ثلاثة. بص معاك، يبقى دي كالآتي. بص على الرسمة من فضلك اهو، اهي تعال نحطها كده احسن. يبقى عندي يبقى احنا ازاي حضرتك بتعرف لي الهيلبر من السيتوتوكسيك؟ من التجميعة. عشان كده سموها كلاستر ديفرنشيشن، يعني بيساعدك انك تفرقها. اللي عندها اربعة يبقى دي اسمها كلاستر ديفرنشيشن فور، اللي عندها تمانية سموها كلاستر ديفرنشيشن ايت. الكلاستر ديفرنشيشن فور دي الهيلبر، الكلاستر ديفرنشيشن ايت دي اللي بيموت، دي السيتوتوكسيك، دي اللي بتحط بيرفورين في الانشين تخرمه. خد بالك بس ما تقولهمش الكلام ده، هم ما يعرفوش ان في ثلاثة في الاثنين دي، طبعا ما يفرقوش دول. يعني الكلاستر 3 ده ما يفرقش لان هم اثنين فيهم 3، انما دي فيها 4 الهيلبر ودي فيها 8. هتقول لي سموها ليه كلاستر ديفرنشيشن؟ جاوبني حضرتك، حضرتك تفرق ازاي الهيلبر من السيتوتوكسيك؟ بالكلاستر. عشان كده سموها كلاستر ديفرنشيشن، التجميعه اللي بتساعدنا على التمييز، ان دي سي دي 4 ودي سي دي 8، دي هيلبر دي سيتوكسيك. طب تفتكر ربنا حاططها فيها عشان تساعد حضرتك في التعرف انهي نوع؟ احنا يهمنا ايه في حضرتك؟ انت مالك انت ومال الاميون سيستم؟ لا بتاع ربنا. لا، هي بتساعدها الكلاستر ده في الديفرنشيشن اوف، في الريكوجنيشن اوف انتي. يعني هي تفيدنا احنا نعرف مين الهيلبر من السيتوتوكسيك. تفيدها هي الخليه في انها بتساعدها على الانشين ريكوجنيشن. الزعيم هو التي هيلبر. خلاص، اللي هو ما بيساعدش التي بس، بيساعد البي كمان. الهيلبر 1 بتساعد التي والهيلبر 2 بتساعد البي. عارف مرض الايدز اكوارد اميون ديفيشنسي سيندروم ليه خطير؟ لانه بيضرب الراس الزعيم الهيلبر، يبقى سقطت الاميونيتي بشقايها. لا في تي السيتوتوكسيك تي مش هتشتغل، مش حد يساعدها، ولا في بي وانتي بودز. يعني الايدز عارف يضرب فين، بيضرب التي هيلبر. ايه رايك انت، ده الزعيم وده الجيش، يبقى مين عدده اكتر؟ مين عدده اكتر؟ انا اتصور طبعا يبقى السيتوتوكسيك، دي الاجابه المنطقيه، لكن الخطا الهيلبر اكتر بكتير بكتير. طالب يقول لي طب فهمنا، تعودت تفهمنا ازاي الزعيم يبقى كتير والشعب قليل؟ اقول لك ليه، اصل احنا في الهيلبر عندي قلت لك لو في مليون نوع من الانتيجين لازم يقابلهم مليون نوع من الهيلبر، كل واحد يتعرف على واحد بالظبط ويشوف مواصفاته ويبعت بقى الرساله المشفره
للسيتوتوكسيك تموت. يعني كأن أنا عاوز أقول لك حاجة، ليه الزعماء كتار؟ لأن في زعيم يقابل كل أنشن، زعيم يقابل كل أنشن، يتعرف على أنشن معين، مليون أنشن يبقى في مليون زعيم، كل واحد يتعرف عليه، وبعد ما يتعرف عليه يبعت المعلومات بالإنترنت اللي هو الإنترلوكن لمجموعة صغيرة من التي سيتوتوكسيك، هي بقى خلاص خدت معلومات تتكاثر وتبقى فصيلة وتجوب الجسم تدور على هذا الأنشن. فكان لازم الهيلبر هديك لأول مرة تفهم اللي هو الزعيم يبقى أكتر، لأنه يوجد زعيم يقابل كل أنشن من المليون. إنه في سيتوتوكسيك هي نفس الفصيلة، يدوها المعلومات، انت تضرب الاسود وما تضربش الازرق، خلاص خدت معلومات. بيديها لها ازاي بقى؟ الكوميونيكيشن قلنا بالانترنت بتاع اليوكوسايتس، انترلوكن 2 في حاله الهيلبر 1 وانترلوكن 4 في حاله الهيلبر 2. ادي فهمت القصه، تعال بقى نكمل كلام بسيط خالص. يبقى السي دي 4 او التي هيلبر هو ده الموست نيومرس، مع ان ده الزعيم وظيفته ايه؟ هو ده بقى اللي بيريكوجنايز الانشي ويعرف الفرق بين السيلف والنون سيلف ويجمع المعلومات، وبعدين يبعت المعلومات دي عن طريق الانترنت اللي هو اسمه الانترنت بتاع اليوكوسايتس، لان ما تنساش ان الليمفوسايتس ار ليوكوسايتس، اوعى تنسى دي. فالهيلبر 1 تشغل جحا اولى بلحم طور 1 دي تي 1 دي تي، انما هيلبر 2 البي، يعني 1 اوعى تنساه، لان الزعيم تبع التي فصيله الاعلى مقاما، التي هي اللي منها الزعماء، هيلبر 1 وهيلبر 2. هيلبر 1 يبعت للسي، هيلبر 2 يبعت للبي، استيميليت التي والبي. ده بقى فصيل صغير، دول الدايركت تاكسل، فصيله كده عندنا صغيره خدت المعلومات. اضرب يا ابني الاسود وما تضربش الازرق. يموتها ازاي بقى؟ بالبرفورين، يخرمها زي الكومبي، فيحصل لها لايسس. امتى؟ قلناها قبل كده، فاكر التي؟ خد بالك دي تي سايتوتوكسيك، يعني يموت الخليه، سايتوتوكسيك او تي سي. فاكر التي بحرف التي؟ في حالات التي بي كلها بحرف التي، سل والفيروس والفانجس، التيومر الكانسر سيلز، التيشو ترانسبلانتس يعمل ريجكشن، والوجه السيء بتاعها انها تضرب حاجه غلط اللي هو الديليد اليرجيك رياكشن، ديليد اليرجيك رياكشن. يبقى التي سيلز تميزت الى اربعة انواع: الميموري اللي هتشترك في المعركة القادمة، ثم الى نوعين دول الاساسيين بقى اللي بيجوا، التي سي دي 4 اللي هي الهيلبر، او السي دي 8 اللي هي السيتوتوكسيك سي. ما تغلطش، مين اكتر؟ الهيلبر، الزعماء. ليه؟ لانه احنا بنتكلم على سبيسيفيك اميونيتي، يوجد زعيم لكل انتيجين، فعدده كبير جدا. بيعملوا ايه؟ دول اللي بيتعاملوا مع الانشن بريزنتنج سيلز يعرفوا الفرق بين السيلف والنون سيلف، الاسود والازرق، وبعدين يبعتوا المعلومه للتي والبي. من التي بقى اللي هي سيتوتوكس دي اللي مش كتار، دول فصيله، لما تقوم معركه نبقى يا سيدي نكترهم شويه ويجوبوا الجسم، نعمل لهم بروليفريشن ينفذوا المهمه. دول الدايركت اتاك سيل عن طريق البرفورين، وقلنا بنفسها، يعني بتمسك الخليه بنفسها وتطعنها، بيرفورين تمسكها بنفسها وتطعنها، عشان كده سموها سيلولار اميونيتي او سيل ميديتد اميونيتي، تبقى فاهم جابوا منين الاسم ده القسم. وفي نوع رابع بقى ما بيتكلموش عليه الزملاء اللي هو اسمه السبريسور سيل، ان بعد ما تتخلص من انشن لازم بس اوفه، فاسمها سبريسور. لو السبريسور دي مش شغاله كويس يحصل لك فيتال اوتو اميون ديزيز. التي سيلز بقى اللي هي تم تهيجها دي السيتوتوكسيك ممكن تدور عليك انت بقى، بقى لها مده نسيت المعلومات، فلازم نوقف العمليه بالسبريسور. سو في اربع انواع من الخلايا: ميموري المعركه القادمه تخلي الريسبونس فاستر اند سترونجر، و الزعيم سي دي 4 كلاستر ديفرنشيشن 4، انتوا فاهمينها بالظبط ليه سموها كلاستر ديفرنشيشن 4، اللي هو التي هيلبر، وهي نوعان، هيلبر 1 للتي، يعني الزعيم من تي يبقى 1 بتاع التي، انما هيلبر تي تبقى للبي لينفوسايتس بواسطه الانترلوكين 1 ب 2 وال 2 ب 4 5 6. وبعدين مين بقى الجيش الفصيله اللي هتنفذ المهام؟ اللي هو سي دي 8 اللي هو سيتوتوكسيك. ازاي تنفذها؟ بنفسها تمسك الانشن وتحط فيه بيرفورين تخرمه، عشان كده سموها سيل ميديتد، وتموت قلت لك 100 انشن اون ا رو.
والوجه السيء هو delayed allergic reaction. يبقى دي الإجابة النموذجية يا أولاد. يبقى لو جالك سؤال سيل ميديتي أو هيومورال، تبتدي بالصفحة الأولانية الأربع نقط. مش هقول بقى أنا عارف أنك هتقدر تعيد الصفحة تاني، أنا بس هحط لك العناوين اللي هو الديفلوبمنت اللي هي البروسيسنج، ثم ريكوجنيشن، ثم الديفرنشيشن، ثم الكوميونيكيشن. بس تاخد نص الصفحه لو السؤال على الهيومورال، تاخد ما يخص البي. لو السؤال على السيل ميديتد، ما يخص التي، وتكمل من الصفحه دي. طبعا سؤال اطول لو جات لك الهيومورال، لانه الهيومورال في هذه الحاله حضرتك شايف الانتيبادز مكتوب عليها ايه معظم الصفحه، خمس انواع. الام بالمارينز برايمري ريسبونس، تجهيز بعد صح العمليات، وبعدين الجيش يدخل، الجي سكند ريسبونس، لان دول الواحد بخمسه وكميات قليله، انما دول الواحد بواحد مقدره بسيطه بس اكتر واحد 80%. والاي جرى ايه؟ اللي هيعمل سوبرفيشال انفكشن هنطلع له اميونوجلوبولينز للسطوح، سكريتوري اميونوجلوبولينز. والاي اخي بتاع الالرجي لكن مهم في البارازايتس. والدي يساعد البي عندما تعمل كانشن بريزنتنج سيلز، يبقى الدي في خدمه البي. الام مارينز برايمري ريسبونس تجهيز، الجي جيش سكند ريسبونس، والاي جرى ايه، والاي اخي، والدي في خدمه البي. وتشرح الاستراكشر اوف انتي بوديز، وتشرح الفرق بين البرايمري والسكند ريسبونس. في البرايمري ريسبونس نبتدي بالام المارينز، هنا الجي. يبقى في اي ريسنت انفكشن لازم تلاقي الام عالي. لما تعمل تحاليل تبقى الدكتور فاهم، نص 90% من الدكاتره مش فاهمه حاجه حقيقه، لان مش فاهمه اميونيتي. اللي بقوله ده مش فاهمينه، فما بقاش فاهم هو ده ريسنت انفكشن وده انفكشن قديم زاد على العيان. سهله قيس الاميونوجلوبولينز، ام تبقى ريسنت، جي تبقى اولد انفكشن اكزيربيتد سكند ريسبونس. اما لو جات لك ال سيل ميديتد، هتكمل باربع انواع من الخلايا، ميموري سيلز، وبعدين سي دي وسي دي 8 سي دي 4 وسي دي 8، وتقول السبريسور سيلز اللي هي بتوقف العمليه، بتستوب الاميونيتي عشان ما يحصلش اوتو اميون ديزيز. فاضل سؤال شافوي احب اقوله، يعني حاجه كده سايبينها صغيره، الايدز. هم تلات اسئله شافوا صغيرين، قلت لك الايدز ليه؟ الايدز فيروس خطير جدا، لانه بيضرب في مقتل، ما بيضربش اي حاجه، بيضرب في مقتل. يعني بيضرب ايه؟ فكده بيضرب الهيلبر ده، راحت فين؟ هنلاقيها حالا، مش هنا، هنلاقيها حالا يا ولاد، حالا هنلاقيها. خلاص اهي لك، هنحطها كده احسن حتى، مش احنا عاوزين نصف السفلي بس. دلوقتي قلنا الايدز اهي، ده السؤال بتاع الايدز، مسألك الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم اللي هو الايدز. الكوز بتاعه هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، الفيروس اللي بيقلل المناعه بتاعت الانسان، ده معنى الكلمه هيومن اميون ديفيشنسي فيروس. الميكانيزم بيضرب مين؟ السي دي 4 اللي هي الزعيم اللي هي الهيلبر. يبقى مين وقع؟ الاثنين، لا في الهيلبر 1 بيساعد التي اللي هو السيل ميديت اميونيتي، والهيلبر 2 بيساعد البي اللي هي بتحول البلازما سيلز وتنتج انتي بادز للهيمورال. يبقى حضرتك بدون اميونيتي في بلد لا امن ولا امان فيها، ما فيهاش بوليس. طب ايه الكوز اوف ديس بقى؟ اول خليه تتحول لخليه سرطانيه في هومر، يلا بالسلامه، ما فيش بقى حد يقول لها انت فين. واسمع الثانيه، تموت بانفكشن مش ببكتيريا مرضيه، بكتيريا نون باثوجينيك بكتيريا، يعني نورمالي حضرتك وحضرتك والعبد الله عندنا بكتيريا عايشه في جسمنا وعاملين معاها معادله سلام، لا هي تضربنا ولا احنا نضربها، سموها نون باثوجينيك مش مرضيه. لما تفاجئ بان المناعه وقعت، مفيش مناعه، تطبق المثل جحا اولى بلحم طوره، ما تستناش اما يجي لك بكتيريا من بره تقضي عليك، ده هي عايشة معاك يبقى هي أولى بيك. وفي هذا المثل حضرتك مش جحا، حضرتك طورو، البكتيريا هي جحا وحضرتك طورو. فالكوز اوف ديث هيبقى انك انت تموت من كانسر لو في بالاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم،
او ببكتيريا ما كانتش بتعمل مرض وكانت متعايشه معاك وعامله معاهد سلام لما لقت حضرتك ما فيش جهاز امني، خلاص هي اولى بيك بقى. السؤال الثاني من الاسئله الثلاثه، اوتو اميون ديزيز، يبقى انتي بوديز مش ضد الانتيجين، ضد السيلف، ضد البادي تيشو، يعني الواحد بيضرب نفسه. دي بتحصل في الاولد ايج غالبا، الاوتو اميون ديزيز ثانك جاد في الاولد ايج لما التي سيلز السبريسور تضعف. طب ايه سببها؟ حاجه منين؟ فيلير اوف ريكوجنيشن، ما في مش قادرين نعرف السيلف من النون سيلف، وشفنا انها في حاله التي عمليه معقده. او بادي بروتين ميوتيشن، تحول في بروتينات الجسم. انا بقولها بطريقه لطيفه عشان ما تنسوهاش. مفروض ان التو بارتنرز يعني زوج وزوجه مثلا يبقوا متالفين، يعني مفروض ما يضربوش بعض. فاللي حصل ان الزوج حصل فيه ميوتيشن، يعني راح حفله تنكريه ورجع لابس لها حاجات غريبه، فالزوجه اللي هي الاميون سيستم افتكرته راجل غريب، فمسكت العصايه وتديله على دماغه، تديله على دماغه، ما فاكره حرامي. يبقى ليه هنا الزوج اللي ما الزوجه اللي المفروض ما تضربش الزوج تطولت عليه؟ لانه شكله اتغير، حصل ميوتيشن. فباي ايجينج بروتينات الجسم بتتحور، فالاميون سيستم ما بيعرفش يتعرف عليه. لكن ممكن سبب تاني ان الزوج زي المحترم راجع بشكله عادي خالص، بس الزوجه اتجننت، يقول انا الزوج يا بنت الحلال، تدي له على دماغه، ده انا الزوج تدي له على دماغه، اتجننت. يبقى حتى عرائم كلثوم العيب فيكم يا في حبايبكم، يا العيب في الاميون سيستم يا العيب في الانشن. الانشن حصل لها ميوتيشن او الاميون سيستم اتجنن بسبب ان مفيش سبريسور سيلز توقفه كويس. طيب الاكزامبلز، طبعا اشهر اكزامبل هو الانسولين ديبندنت دايابيتس اللي هو تايب 1 دايابيتس اللي بيجي في الاطفال الصغيرين، ان في انتي بوديز بتحطم البيتا سيلز اوف بانكرياس فيجي لهم تايب 1 دايابيتس. يبقى ده اوتو اميون ديزيز تايب 1 دايابيتس، او مرض قلته لكم اسمه مايثينيا جريفز، ضعف العضلات جريفز اللي كانوا فاكرينه بسبب الحمل. فاكر جريفز كانوا فاكرين الستات، لان المرض اكتر في الستات بكتير، قلت نسبته 1 في كل 200 ألف، يعني 5 في المليون، افتكروا الستات بسبب الحمل والولاده، والحمل والولاده بيجي لها ضعف في العضلات. طبعا ما ثبت ده كلام فارغ، فاسم المرض غلط. مايو يعني عضله، الثينيا يعني ضعف، لان ثينين اله القوه، ثينين اسن يعني ضعف، جريفز يعني حامل. لا لا ملهاش اي علاقه بالحمل، ده في انتي بوديز ضد الريسبتور، ضد الريسبتور بتاعت استالكولين، مش عاوز عبط، مش ضد الاستالكولين، ضد الريسبتور الاستالكولين في السكيت المصري. السؤال الثالث والاخير، prevention of rejection of tissue transplants. لو حضرتك هتزرع كليه، تزرع قلب، تزرع كبد، ومش عاوزين يرفض، نعمل ايه؟ prevention of rejection of tissue transplants. نمره واحد، نحرص ان النون سيلف يبقى شبيه جدا بالسيلف، يعني نصعب العمليه على التي لينفوسايتس. ما هو مين اللي بيعمل تيشو ريجكشن بحرف التي؟ التي سيلز. يبقى من الاول نعمل تيشو ماتشنج، يبقى لازم الاول في اتفاق مبدئي في البلاك جروبس، ده في البلاك جروب دي نمره واحد، وبعدين في التيشو. ده ازاي بيعملوا التيشو ماتش؟ الاول لازم واحد يبقى نفس البلاك جروب بتاعك، وبعدين بعد كده مش خلاص نشوف التيشو ماتش. اثنين، مين اللي بيعمل تيشو ريجكشن بحرف التي؟ البي ولا التي؟ مين اللي بيعرف السلف من التي؟ يبقى تاخد كورتيزول يقلل تكوين التي سيلز، كورتيزول يقلل تكوين التي سيلز، سموه كورتيزول عشان بيطلع من الكورتكس، من القشره بتاع الغده اللي فوق الكليه. ستيل برضو انت قللت سيلز، ممكن السيلز القليله دي برضو تشتغل، قللت تكوينها، نموتها، نعمل توتال ليمفويد تيشو ايراديشن، نيراديت، نعمل اشاعات الليمفويد تيشو، او نحقن انتي بوديز ضد التي سيلز. يبقى انتي ليمفوسايتس انتي بوديز اجينست التي سيلز، ادي ازاي بنمنع التيشو ريجكشن. طالب سالني مره، طب يعني العيانين يعني اللي هم زرعين لهم انسجه، احنا منعنا لفظها عن طريق ان احنا قللنا التي سيلز اللي هي بتلفظه؟ قلت له طبعا. قال لي طب ما يبقى المناعه بتاعته قليله جدا. قلت له طبعا، عشان كده بنقول لما تسمع ان واحد عنده انفكشن، واحد عيان، ما تروحش تزوره، انت مناعتك مش هي. والمعلومه اللي ما بحبش اقولها للمرضى،
ان مفيش تي سيلز للفظ النسيج المزروع ولا للفظ الكانسر. نسبة اصابتهم بالكانسر 60 مرة قد حضرتك، لان التي سيلز اللي هي ضد التيومر حضرتك عشان ما تلفظش التيشو اللي التهت ومنعت تكوينها وموتها. هدي ازاي؟ يبقى الاول نحرص ان نجيب سيلف مشابه للنون سيلف، نعمل تيشو ماتش. لازم الاول تتوافق في ايه؟ في البلاد جروبس، ثم في تيشو. في حاله واحده بس يمكن ان احنا ننقل بدون اي خطوره من ايدنتيكال توينز، لانه بيبقى الجينات زي بعض بالظبط، كانك خدت الكليه اليمين بتاعتك رحت نقلها الناحيه الشمال. طب ما هي ايه ما كان جوه؟ يبقى الحاله الوحيده اللي ما بيحصلش فيها تيشو ريجكشنز اللي هم التوائم المتشابهه. طب بعد كده ستيل التي هتعرفها بمساعده الانشن بريزنتنج سيلز هتجيبها، يبقى تمنع تكوينها بالكورتيزون وتحطمها، مش بس تمنع تكوينها، يا بالراديشن يا اما بالانتي بودز. ده كده الاميونيتي يا ولاد. يبقى في عجاله تاخد فكره كده في 5 دقايق على الموضوع. يبقى المناعه اللي هي متعلقه بكرات الدم البيضاء دي يوجد خطين، فيرست لاين وسكند لاين. فيرست لاين اللي هو كان نون سبيسيفيك ويقيق 99 اكتر من 99% من المعارك، بس نون سبيسيفيك مش عاوز ريكوجنيشن حاجه ضد اي حاجه، ولا في سكند اكسبوجر ولا في ريكوجنيشن، مفيش فيه اي حاجه. وده كان 3 حاجات: موانع كيميائيه وميكانيكيه، وبعدين نون سبيسيفيك سيلز، ونون سبيسيفيك هيومورال. 5 حاجات في الدم نون سبيسيفيك كان اهمهم الكومبلمنت. ده خط الدفاع الاول. مفيش وعدى منه بقى اقل من 1% حضرتك خط الدفاع الثاني وهو الاهم، اللي هو السمول ليمفوسايتس، المخ سمول افتكرها، مخ مش عضلات مش كبيره. سبيسيفيك سمول ليمفوسايتس بحرف الاس هي اللي سبيسيفيك، هي خط الدفاع الثاني الاهم. لو ما عرفتش خلصت العمر. ودول مجموعتين، مجموعه اقل شويه اللي هي البي، سموها بي عشان البيرس بحرف البي ضد البكتيريا بحرف البي، ما تجيش احلى من كده. وهنا اللخبطه ما بين حضرتك والبكتيريا صعبه، عشان كده كان دايركت ريكوجنيشن دي اديناها المهمه الاسهل. اما مين بقى الفصيله الثانيه اللي هي الرهيبه واللي اخذ منها الزعماء لانها رهيبه؟ هي تي. ليه سموها تي؟ عشان هجرت للثايمس بحرف التي، وكل الحاجات بتاعتها بحرف التي، خدت اصعب بكتيريا تي بي ومعها الفيروس والفنجس، وخدت التيومر بحرف التي، وخدت التيشو ترانسبلانتس بحرف تي. وقلت لك ان كل نوع فيهم في وجه سيء. فاكر الاميونوجلوبولينز اي اخيه بتاع الالرجي، يبقى ده الانتي بادي اللي بيزيد في حاله الالرجي ملتصق بالبيزوفيليك والماست سيلز ويطلع ماده الالرجي الهيستامين، عشان كده بناخد انتي هيستامينك. والنوع الثاني التي عندها الديلايد الرجيك رياكشن، ده الوجه السيء. وبعدين ما تنساش التي دي الفصيله سيل ميديتد، ده الخليه بروحها بتروح ماسكه الانشن بواسطه السيل وتطعنه، تحط فيه تخرمه بالبرفورين. مين اللي بيطعن؟ السيتوتوكسيك اللي بتموت خلايا، اللي هي تعرفها ازاي؟ اللي فيها 8 سي دي 8 كلاستر ديفرنشيشن 8. طب مين الزعيم بقى؟ سي دي 4 سي دي 4 اللي هو التي هيلبر. في الكلاستر ديفرنشيشن تجميعها فيها 4 بس وفيها نوعين، ده هي من فصيله التي، يبقى نمبر 1 تساعد التي، ونمبر 2 في الهيلبر يساعد البي. وتتواصل معاهم ازاي؟ بالانترلوكين، الانترنت بتاع الليكوسايتس، ال1 بال2 وال2 بال4 او 5 او 6. ده قصه الاميونيتي يا اولاد كما ينبغي ان تفهم، والا فلا. اتمنى اولا اشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق. وفقكم الله، ونلتقي في المحاضره القادمه باذن الله. شكرا على وقتكم يا اولاد.